السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من ملعب اون تايم. وقفت هنا وقلت الحلم الكبير ان في النهاية نروح كلنا لنهاية افريقيا، الاهلي والزمالك. رحنا، مش عايز اقول ان انا كان ليا السابق، مش عايز اقول ان ده الحلم اللي بحلم بيه دايما، بحلم بايه دلوقتي؟ بحلم بالمشهد الحضاري اللي يخلي كل القارة الافريقية تتفرج علينا. المشهد الحضاري ده اللي هيعمله جمهور الاهلي، جمهور الزمالك، الهدوء، الاستقرار. اوعى حد يقول لي تعصب، اوعى حد يقول لي حاجه. جمهور الاهلي شجع فريتك، جمهور الزمالك شجع فريتك، وخلي بعد كده الصوره تطلع حلوه. ده اللي هنتمناه من النهارده ان شاء الله باذن الله ليوم 27. مصر بتعيش عرس. كل يوم مصر عندها محنه جديده وحل جديد. انتخابات في عز الازمات، في عز الملفات الكتيره اللي مصر بتعيشها، ولكن كل يوم زي ما قلت طريق جديد، كل يوم مدينه جديده، كل يوم انجاز جديد للسيد الرئيس ولمؤسسات الدوله المصريه. النهارده الانتخابات المرحله الثانيه، واقبال كبير جدا جدا جدا. انزل وشارك، انتخب اللي انت عايزه، بالتوفيق للجميع. بالنسبه لنا النهارده كرياضيين، مشهد مؤمن زكريا الحقيقه هو النهارده اللقطه، زي بالظبط كده في استلام الدوري، لا او استلام النادي الاهلي لدرع الدوري. مؤمن اخذ اللقطه، مؤمن خطف قلوب المصريين عشان الشعب المصري وجماله وعظمته وطيبته. مؤمن النهارده راح هو وكيل اعماله احمد يحيى ينتخب، الجمهور النهارده والناس اللي واقفين عملوا له ممر شرفي. ايه الحلاوه دي؟ ايه المتعه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه حلاوه الشعب المصري ده؟ مؤمن راح يدي صوته عشان يكون قدوه، عشان يكون قدوه مش بس قدام جمهور الاهلي ولا الزمالك والرياضيين. ايه الشباب دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه ده؟ ده ممر شرفي جماهيري في حب مؤمن، حب كده. ولاد وبنات وستات وكبار واقفين بيسقفوا وبيقولوا مؤمن، مالهمش علاقه، هم واقفين ويتصوروا ويحتفلوا ونازلين النهارده في عرس ديمقراطي. الف مبروك، الف مبروك للدوله المصريه، وبالتوفيق ان شاء الله باذن الله لجميع المرشحين. لقطه مؤمن النهارده خطفت قلوب كل الناس، لقطه مؤمن النهارده خطفت قلوب كل المصريين. الاحلى كمان من لقطه مؤمن، لقطه الشباب المصري الجميل والشعب المصري الواعي اللي بيعمل الممر الشرفي الوعي عند الشعب. هو دي الحاجه النهارده اللي تفرح، هو دي الحاجه النهارده الجميله، هو دي الحاجه الرائعه. احنا شعب طيب، واحنا شعب جميل، واحنا مجتمع الحقيقه أكثر من رائع. يا مؤمن يا عظيم، يا شعب يا عظيم، لقطة الحقيقة أكثر من رائعة. نروح للكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. كابتن شوقي مساء الخير. مساء الخير، ازيك يا سيف؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا كابتن، وحشتني، ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن، والله أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل والله، كله تمام الحمد لله. نبتدي بالبرازيل وكوريا الجنوبية، في ماتشات ولا لأ؟ وإمتى وهتتلعب فين؟ طبعًا الحمد لله، يعني وده كان مجهود كبير، يعني بذل من ناس كتيرة جدًا، من اول الاستاذ الوزير اشرف صبحي، الاستاذ عمرو الجنايني، والاستاذ وليد، واحمد عبد الله، يعني كل مجلس الاداره، وانا والشركه اللي بتاعته، وشركه طبعا برزنتيشن. يعني كان مجهود كبير ان انت عشان تعمل تخش يا كابتن سيف تتكلم مع البرازيل او تجيب البرازيل مصر، يعني ما كانش الموضوع سهل. يعني معنى كلام حضرتك ان الماتش خلاص موجود هنا في مصر؟ لا، مش معنى ان الماتش موجود في مصر، ده اللي عايز اقول لك عليه، ان
ان الفوج الاول من البرازيل وصل النهارده وقعد في الفندق في مصر. ما شاء الله. يعني النهارده في 7 المدرب العام مدير الفريق اثنين بتوع الكتنه اللي هم بتوع الملابس والحاجات دي وكده واثنين من الجهاز الاداري تمام الناس وصلوا وقاعدين في الفندق وبيشوفوا الملاعب بتاع التدريب وبيشوفوا الاوض وبيشوفوا كل حاجه. ولو عايز اقول لك لو كنت تشوف النهارده الحاجه اللي مثلا الناس جايين بكميه شنط وكميه حاجات لان انت عارف ان لعيبتهم كلها في اوروبا فكل حاجه هم جايبينها ومعاهم من البرازيل وجايين النهارده. جايين يرتبوا كل حاجه ويشوفوا الماتش ميعاده امتى يا كابتن؟ الماتش باذن الله يوم 17 الساعه 9 في استاد القاهره. ده البرازيل. ده البرازيل. طب وكوريا الجنوبيه امتى؟ كوريا الجنوبيه بالنسبه للاعيبه البرازيل، لعيبه البرازيل الاول هتيجي كلها يوم 9 باذن الله. ده استاد القاهره كابتن الماتشين؟ لا الماتش الاولاني هيكون في استاد السلام تمام؟ وده هيبقى يوم 12 الساعه 8 مع كوريا. طيب وبعدين في مباراه ثالثه هتتلعب ما بين البرازيل وكوريا يوم 14 استاد السلام برضه. طيب الساعه 3 الظهر. طيب الناس دلوقتي يا كابتن كلها قاعده بتفكر مع تحضير حضرتك دي، اكيد انت دلوقتي خلاص دماغك كلها على الاولمبيات القادمه، التنسيق ازاي بينك ومن البدري وانتوا الاثنين جايين في وقت واحد؟ هل الافضليه عشان رسمي لي وحضرتك بتبص على لعيبه جداد ولا في تنسيق بينك وبينه؟ بص يا كابتن هو قرار نهائي الاولويه للكابتن حسام حسني. ده قرار ما فيهوش اي كلام وما فيهوش اي اختلاف وما بنتكلمش فيه ومش بنتناقش بصراحه يعني. تمام. الحاجه الثانيه كابتن حسام واخد 5 لعيبه من عندنا، الخمسه لعيبه اللي موجودين مصطفى محمد وطاهر ورمضان واحمد ابو الفتوح واكرم توفيق. تمام. الخمسه دول اللي موجودين. طبعا هو اللي هيقل الاسماء بكره، نشوف مين اللي موجود معاه مسافر معاه او مين اللي مش هيبقى موجود. اي حد مش هيسافر مش هيبقى من ضمن البعثه اللي هتسافر معاه او هتشارك في المباريات معاه طبقا لرؤيته. ده هيكون موجود معانا باذن الله هينضم لنا في المعسكر. تمام. لكن هم دول اللعيبه اللي كانوا موجودين. وانا يمكن لما الكابتن حسام اختار 5 لعيبه كده كان برضو في بعض الاراء عندي في جهازي او في الناس مسؤولين، طب يا كابتن انت هتلعب مع البرازيل والبرازيل ده بطل اولمبياد 2016 ومصنف للبطوله بتاعه طوكيو واول مجموعه يعني و23 لعيب بيلعبوا كلهم في اوروبا، يعني هو على راسهم رودريجو لاعب ريال مدريد اللي هو لسه جايب جون في ميلان ده اخر مباراه لعبوه في بطوله اوروبا، ومجموعه كلها بتلعب في اكبر الانديه في اوروبا يعني مش بيلعبوا في انديه، اكبر الانديه اللي موجوده في اوروبا كل اللعيبه 23 بيلعبوا. انا يمكن قلت كان لنا تجارب سابقه قبل كده يا جماعه، ولعبنا مع هولندا في اسبانيا ولعبنا مع امريكا في اسبانيا، وكان عندي المنتخب الاول برضو اي مستر اجيلي كان واخد مجموعه من اللعيبه برضو حوالي 5 أو 6 لعيبه، ويمكن اللي خلانا ان احنا في البطوله يبقى عندنا اللعيبه اللي بتلعب واللعيبه اللي بره بقت المستوى واحد، مفيش فرق بين الاثنين مين يبدا ومين مفهوم حضر يعني حضر حضرتك دلوقتي عايز تدي مسج او تدي رساله ان انا الصف الثاني اللي عندي بجهزه او المجموعه اللي معايا بجهزها قدام فرق كبيره ما بيهمنيش حاجه، البدري اخذ المجموعه الاساسيه ضمها لي، بعد كده انا هكمل استعد مع كل الفرق اللي ممكن اقابلها برضه في الاولمبياد او على نفس المستوى. طبعا يا كابتن ده لازم يبقى البرنامج شامل بكده. صح. وبقى باذن الله خلال شهر 3 هتكون فرق برضه في نفس المستوى وفي نفس الاداء في برنامج شهر 3. بصراحه كابتن تستاهل التحيه بصراحه، وتكسب لا. تخسر مش مهم يعني مش ده الموضوع. بص يا كابتن طالما في ثقه وطالما اللعيبه الحمد لله برزت واللعيبه بتأدي بشكل كويس وفي تكليف من الدوله ان احنا نلعب على شيء كويس في شهر 7 في الاولمبياد في طوكيو، وده تكليف رسمي لما سياده الرئيس قابلنا وكلمنا لما كرمنا وقال لنا الكلام ده، فاحنا حاطين الهدف اللي قدامنا يا كابتن سيف ان يبقى احتكاكاتنا كلها تساوي الحدث اللي حصل بفوزنا ببطوله افريقيا. صح. فده اللي هنشتغل عليه باذن الله. والحمد لله الحمد لله كل مره بنكتسب لعيبه جداد، بنكتسب لعيبه كويسه وبنضم لعيبه كويسه. وانا شايف ان الدوري افرز لنا برضو بصراحه يعني لعيبه كويسه، ومش عارف لو ما كانش الدوري اتلعب كان زماننا بنعمل ايه دلوقتي. طيب بعض الناس يا كابتن كلها كانت في حديث الكابتن حسام البدري على مصطفى محمد وقالوا ان حضرتك يعني تدخلت اتكلمت مع مصطفى ان الكلام ده ممكن يكون دافع ليه، هل حصل ما بين حضرتك وما بين مصطفى محمد حديث في هذا الشان؟ وهل حصل حديث بين حضرتك وكابتن حسام البدري على الحته دي ولا انت يعني حضرتك
مستوعب اصلا وجهه نظر كابتن حسام من غير حديث؟ لا بص يا كابتن سيف، هو طبعا انا ما اقدرش اتناقش مع الكابتن حسام في اي كلام يعني اي وجهه نظر او اي وجهه نظر شخصيه، ده حقه انا يعني، هو بيبقى له رؤيته، والرؤيه اللي هي اللي هو بيشوفها عند اللعيب ايه اللي بيطالبه من اللعيب او كل حاجه. لكن انا علاقتي باللعيبه اللي عندي علاقه يعني مش عايز اقول لك يعني، انت عارف طبعا علاقتي قويه جدا 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 طبعا، المكالمات ما بتقطعش خالص. كابتن اللعيبه اللي عندك بتسيب الاهلي والزمالك وتروح عندها عشان تلعب، عشان انت عشان تروح معاك؟ لان انا في النهايه كابتن سيف بنقدم جيل للكره المصريه. في النهايه اللعيبه دي لما بتطلع من نادي النادي او الانديه او بتتباع او بتعار او اي حاجه، فالنادي بيستفيد ماديا كويس. اللعيبه دي حاطه في دماغها امل في الاولمبياد، امل كبير جدا 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 يعني. فعشان كده هم حاطين قدامهم رصيد وبيشوفوا من ناس كتيره عايزه نفسها تبقى موجوده، حتى لعيبه كبار نفسها تبقى موجوده مع الفريق في مشواره ده. وده اللي باذن الله باذن الله، يمكن انا اخر كلام ليا قلت لهم يا جماعه بصوا، هي المشكله عندنا ان القائمه 18 لعيب، وعشان 18 لعيب ممكن نختار ثلاثه لعيبه كبار، يبقى معانا 15 لعيب. يعني احنا كل اللي بنتكلم فيه 15 لعيب. انا مش عايزك تفكر في حاجه خالص، فكر بس انك تلعب وتشارك وتجهز نفسك بصفه اساسيه، وتحاول تقاتل انك تخش من ضمن ال 15 لعيب اللي هيبقوا في القائمه دول، لان هي المهمه صعبه علينا. صح، فبرضه صعبه عليكم. ان شاء الله يا كابتن كل التوفيق لحضرتك، ونتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله تشرفنا زي ما انت دايما مشرفنا كده. الله يخليك يا سيف، يا ربنا يا رب يكرم كده، ونقدر نحقق حاجه خلال الاجنده دي نقدر نستفاد منها، عشان نقدر باذن الله في اجنده الشهر 3 يكون في برضو اداء افضل مع فرق اقوى باذن الله، او فرق في نفس المستوى باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي. الكابتن حسام البدري قامت الدنيا كلها وما عادتش على موضوع التجمع، وليه ما عملش تجمع في الاجنده الدوليه؟ والبدري خاف يلعب ماتشات وديه، والبدري ما حبش يعمل التجمع من غير اللعيبه الدوليين. بننفرد هنا بهذا الرد لاول مره من الكابتن حسام البدري مباشره، الرد منه. نشوف البدري هيقول ايه ونرجع لكم تاني. كل مرحله طبعا وليها ظروفها، يعني احنا بنتعامل مع المرحله اللي احنا فيها، مع الصعوبات اللي موجوده. وباكد تاني، ودون ان يعني يعتبر بعض ان دي مبررات، الظروف اللي عاشها المنتخب هي اصعب ظروف في تاريخ الكره المصريه، وطبعا الناس كلها عارفه الكلام دوت، سواء لطبعا وجود جائحه كورونا اللي طبعا عملت ارتباك كبير جدا. وبالرغم من كده الحمد لله، يمكن بالنسبه للكره المصريه استكملنا الموسم والدوري اتلعب، وفي نفس الوقت برغم الضغط لكن البطولة عدت بشكل مميز جدا. في نفس الوقت احنا تعاملنا برضو مع الظروف الصعبة، مع المتغيرات اللي كانت الكثيرة اللي كانت بتحدث، يعني اتعاملنا معها، وكنا بنتعامل مع كل مرحلة وبناخد القرارات، وبنأمل ان شاء الله ان ربنا بقى يكون موفقنا باذن الله. لان بالفعل الصعوبات دي احنا عارفينها واللعيبة عارفاها والجماهير عارفاها، لكن ان شاء الله بغض النظر عن كل الصعوبات دي احنا لينا هدف باذن الله في المباراتين باذن الله، النتائج الإيجابية اللي تساعدنا بشكل كبير ان شاء الله للتأهل باذن الله. لو نتكلم على الجاهزية هنقول أثر، لان الفترة طويلة جدا لبعض اللاعبين اللي هم خاضوا اخر مباريات في بطولة الدوري العام، فعقبال ما تصل ليوم 14 هيبقى الجاب كبير جدا لبعض اللاعبين اللي هم ادوا اخر مباراه رسميه من فتره طويله. في ناس لعبت يوم 25 زي بيراميدز، في ناس لعبت يوم 31 زي بعض الفرق زي سموحه، زي لعيبه المقاولين. فبقول لك هي مختلفه من لاعب للاعب، فالظروف كلها زي ما انا بقول ظروف صعبه، ولكن بتمنى حضور الجماهير. ولو ان طبعا يعني انا عرفت القرارات الاخيره للاتحاد الافريقي، وان هو يعني بيمنع الجماهير الا بالتنسيق مع الاتحادات المعنيه. اتمنى ان شاء الله تكون في جماهير، الجماهير طبعا ليها دور كبير جدا، واتمنى ان شاء الله تكون في مسانده من الجماهير باختلاف الفئات بتاعتها، اختلاف الالوان. انا عارف ان منتخب مصر طبعا حاجه كبيره جدا جدا للجماهير الكره المصريه، وفي نفس الوقت احنا بنعيش فتره ايجابيه كبيره جدا بعد بقول وصول الاهلي والزمالك.
ووجود برضو كان بيراميدز في النهائي، فبنعيش فترة مميزة جدا إن شاء الله تترجم بإذن الله مع منتخب مصر وتصالح منتخب مصر إن شاء الله. إن شاء الله يعني خلينا نتكلم نقول إن كل مباراة وليها ظروفها، وفي نفس الوقت كل اللاعبين اللي بيتم اختيارهم عندهم فرصة، لكن في الآخر أنت هتلعب ب 11 لعيب وعندك مرحلة مباراة وبعديها ب 48 ساعة مباراة لازم تقسمها. أنا بقول بس الأول إن شاء الله نفكر في المباراة الأولى ونكون موفقين بإذن الله فيها بإذن الله. بالنسبة للشارة احنا قلنا ان الشارة بالإعدامية ما فيهاش تغيير، المستقبل لسه موجود وقد نفكر في حاجة تانية، لكن في الوقت الحالي ما فيش اي تفكير في تغيير موضوع الشارة. الشارة بالإعدامية وآدم واحد هو اللي هيبقى كابتن منتخب مصر. على فكرة اول موضوع الشارة مع عبد الله السعيد موضوع منتهي، والشارة ما منعتش احمد فتحي ان هو يكون موجود في المنتخب لان الموضوع مش في دماغه، يعني هو قال لك انا حقي بس دي مش مشكله خالص، يعني قصه مش دي احمد فتحي ما اشترطش الشارة يا اما ما انضمش المنتخب. الدنيا هنا سهله عشان تبقى الامور واضحه جدا والامور تبقى بسيطه. مصطفى محمد هنفرد بخبر هنا لمصطفى محمد وايده عندكم، وخبر انفراد لي انا في عرضين لمصطفى محمد، واحد من بره مصر بمبلغ مالي كويس، واحد من جوه مصر بمبلغ مالي يتجاوز الأربعة مليون دولار. نادي في مصر طالب هيطلب مصطفى محمد بمبلغ يتجاوز الأربعة مليون دولار. واحد يقول لي مصطفى محمد ما يلعبش في مصر غير لزم، أقول له في زمن الاحتراف سمعناها قبل كده من رمضان وسمعناها من ناس كتير قوي، اللي بقوله لكم هو حاجة حصر ليا. والله يتقدم بعرض عادي للزمالك، الزمالك باع ماشي، الزمالك باعه بره ماشي، الزمالك هو ساعتها هو صاحب القرار لأن مصطفى محمد مع الزمالك. مرتضى منصور وعد مصطفى محمد الفترة الأخيرة أو في حديث على الفضائيات قبل المباراة الأخيرة قال له بعد حصولنا على بطولة أفريقيا لو جه عقد كويس أنا همشيك، ومصطفى أعتقد إن هو ابتدت رؤيته تروح على كده. مصطفى على فكرة هيجيب أرقام كبيرة، ده ما يخص مصطفى محمد. طيب الكلام اللي كابتن حسام البدري قاله على مصطفى محمد احنا فهمناه صح ولا غلط؟ والناس فهمته صح ولا غلط؟ نشوف هيقول ايه. مصطفى محمد ادى بشكل كويس جدا في المباراه الاخيره وبشكل فعال، ويمكن انا على المستوى الشخصي كمان مبسوط جدا لان انا من الاول انا بقول ان مصطفى عنده قدرات عاليه، كان لابد ان هو قدراته العاليه دي او قدراته المميزه تظهر بشكل افضل وبشكل اكتر. الحمد لله في المرحله الاخيره الكلام ده بيتحقق، بيستخدم قدراته لمصلحه ناديه وان شاء الله يستخدمها لمصلحه مصر باذن الله. وانا واثق ان مصطفى وبوجه له رساله ان مصطفى محمد هيبقى عنده اصرار كبير ان شاء الله باذن الله في ان هو يقدم حاجه لمنتخب مصر ان شاء الله في مجموعه مميزه. وبالرغم من الصعوبات اللي احنا بنقولها بقول ان احنا يعني بيبقى لنا اهداف، اولا الاهداف طبعا الحاليه والمرحليه هي باذن الله الخطوات اللي احنا بنامل ان احنا نحققها وهي التاهل باذن الله. على الجانب الاخر برضو في عناصر جديده وعناصر صغيره موجوده ان شاء الله تبقى هي مستقبل، مع الخبرات الكبيره اللي موجوده ان شاء الله هتبقى هي المستقبل. لا في عناصر كتير مميزه زي مصطفى محمد، دي بنقول على العناصر الشابه زي محمد طاهر، دول يعني انا بتكلم دول اول مره انضموا للمنتخب الكبير، معرفش طاهر انضم قبل كده ولا لا، لكن اعتقد برضو انضمامه كان قليل جدا، فدي عناصر جديده في اكرم موجود، فكل دي عناصر شابه واعده بجانب طبعا الخبرات اللي موجوده. ان شاء الله مش هيبقى عندنا مشكله في الناحيه الهجوميه، المرحله دي يعني ان شاء الله انا متفائل بيها باذن الله، واللعيبه ان شاء الله عندها اصرار كبير. وادي مصطفى محمد كمان اخد حقه من البدري وحقه يستحق، هو المهاجم الاول في مصر الان، مفيش الحقيقه كلام، هو بمستواه. شفت الجامب بتاع اخر هدف ده امام الرجاء؟ بصراحه شابوه، هدف رائع وهو راس حربه كبير، ولازم كله الحقيقه يبتدي يشد شويه للدخول في هذه المنطقه. الاهلي والزمالك وصولهم للمباراه النهائيه شرف للكره المصريه، شرف لسمعه الكره المصريه، سعاده كبيره جدا لينا كلنا كشعب مصري،
سعاده كبيره جدا لينا قدام القاره الافريقيه والعالم كله. انا اكتر واحد مبسوط وانا واقف هنا لان انا حلمت وناديت بكده وبفضل الله اتحقق. البدري بقى مبسوط ولا لا ويفيده ولا لا هو اللي يجاوب. احنا اتجمعنا على فترات نظرا للارتباطات المختلفة للفرق سواء على البطولات المحلية أو بالنسبة للبطولات الأفريقية، ويمكن بدأنا المعسكر المفتوح يوم 3 وبإذن الله بننهي المعسكر المفتوح النهاردة ويبقى في أجازة يوم 8 بكرة إن شاء الله، ونخش المعسكر المغلق يوم 9 وإن شاء الله يبدأ انضمام اللعيبة المحترفين إن شاء الله بداية من يوم 9 إن شاء الله. النهاردة انضم لينا مجموعة الزمالك، أعتقد أن الأهلي والزمالك ولعيبة الأهلي والزمالك دلوقتي في أفضل حالة معنوية يجب أن تنعكس على الروح الموجودة ما بين لعيبة المنتخب، وده الأمر الطبيعي حتى بدون وجود أي نتائج لبعض المباريات لأن هي دي اللي مطلوبة أن يكون الروح طبعا إيجابية. لكن في نفس الوقت لو كانت لعب المباراة يوم 6 وكان في عنصر مش موفق كان هيبقى في عامل نفسي طبعا متأثر شوية، فهي على الجانب التحضيري من الناحية اللي بقولك البدنية مؤثر على بعض اللعيبة، لكن بالجانب النفسي واللي هو مهم جدا جدا جدا، لا لعيبة الأهلي والزمالك دلوقتي في أفضل حالة نفسية، لابد بالمنطق وبالعقل وبشخصيات اللعيبة اللي هي بتقدر المسؤولية لابد أنه يكون تأثير طبعا إيجابي، لأن اللعيبة وصل النهائي فرقتين من مصر، فده طبعا فخر كبير جدا لينا. وفي نفس الوقت أنا متأكد أن شخصيات اللعيبة اللي موجودة كلها شخصيات على قدر كبير من الوعي وعارفة يعني إيه منتخب مصر، وانك انت تبقى لاعب في منتخب مصر دي مسؤوليه كبيره، وما بتنتقل للانديه بتاعتها عارفه مسؤوليتها تجاه الانديه، فاكيد اللعيبه اللي موجوده عندها وعي واحنا عندنا وعي واكيد بنتكلم في المواضيع دي طبعا. شكرا جزيلا لجهاز المنتخب الوطني، شكرا جزيلا للكابتن حسام البدري، شكرا جزيلا لكل المجموعه اللي موجوده هناك شادي جيلاني وكل المجموعه. الحقيقه انفردنا النهارده بكل اللقاءات دي في المنتخب او داخل معسكر المنتخب، وكاميرتنا كانت الكاميرا النهارده الوحيده اللي كانت موجوده هناك زميلنا عمرو نبيل اخذ جزء من التدريب وكان معاه كمان اخبار كثيره عن المنتخب الوطني من داخل تمرين المنتخب الوطني. نشوف عمرو نبيل هيقول ايه وارجع لكم. مساء الخير على حضرتك كابتن سيف، ومساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي اون تايم سبورتس في كل مكان وملعب اون تايم سبورتس هنا من ملعب بيترو سبورت والكواليس الخاصه لمران المنتخبنا المصري بقياده مدير الفني الكابتن حسام البدري الذي يستعد لخوض مباراتي المنتخب التيجولي ضمن تصفيات امم افريقيا المؤهله لامم افريقيا 2021. يمكن النهارده شهد المران محاضره قبل بدايه المران من كابتن حسام البدري حرص من خلالها طبعا شرح جميع التدريبات النهارده الخاصه في تدريب اليوم جميع اللاعبين. ايضا تدريب اليوم شهد انضمام سداسي نادي الزمالك بعد طبعا الحصول على راحه سلبيه من قبل الكابتن حسام البدري وانضمامهم صباح اليوم الى معسكر وتدريبات المنتخب المصري. جميل النهارده كابتن سيف الروح الحلوه والجميله ما بين اللاعبين، يمكن النهارده شفنا ثنائيات جميله ما بين بعض لاعبي الزمالك وايضا لاعبي الاهلي وايضا لاعبي بيراميدز ولاعبي نادي سموحه، يمكن النهارده شفنا ثنائيه زيزو وقفشه النهارده خلال الجري قبل يعني التدريبات الاساسيه، وايضا ثنائيه اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري مع الوينش دي بيدل طبعا ان ده اللي يدل على طبعا الروح والحماس الكبير اللي موجود في مران منتخبنا اليوم. يمكن لم يشارك في مران اليوم طاهر محمد طاهر اللاعب المنضم حديثا الى النادي الاهلي طبعا لوجود اصابه في العضله الاماميه لدى اللاعب، وحرص طبعا على عقد جلسات استشفاء قبل مران اليوم. ايضا النهارده يعني فضل الكابتن حسام البدري باجراء بعض التدريبات الخفيفه لسداسي نادي الزمالك بعد طبعا المجهود الكبير المبذول لهم في مباراة نادي الرجاء البيضاوي الذي تأهل من خلالها نادي الزمالك للمباراة النهائية المواجهة النادي الأهلي. يمكن أيضا كابتن حسام البدري النهارده بيشيد بالروح الجميلة ما بين جميع اللاعبين. أيضا على مستوى اتحاد الكرة حرص طبعا الكابتن أو الدكتور محمد سعد المدير الفني لاتحاد الكرة على مؤازرة الكابتن حسام البدري والجهاز الفني وأيضا لاعبي المنتخب المصري في مباراة اليوم. كابتن سيف زاهر يمكن دي كواليس خاصة لاستعدادات المنتخب المصري لمباراة توجو في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021. شكرا زميلنا عمرو نبيل على التغطية الرائعة دي. النهاردة كان عندنا لقاءات كتيرة وقصص كتيرة مع المنتخب الوطني.
نروح لمباراة يوم 27 وهو النهائي الأفريقي. هل النهائي ده ممكن يتأجل؟ هل الطقس ممكن يأجل النهائي ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه من الأمور الطقس. طيب الأستاذ جمال سيد خبير مناخي للأرصاد الجوية، مساء الخير يا فندم. أهلا مساء النور يا كابتن شريف، أهلا وسهلا بحضرتك. أنا سيف يا فندم. كابتن سيف إزاي حضرتك؟ ولا يهمك فندم، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ الله يبارك فيك، الحمد لله تمام. يعني عايز أسأل حضرتك على يوم 27 في استاد برج العرب، هل الأجواء هتكون مؤهلة للعب المباراة ولا الطقس له وجهة نظر أخرى؟ والله يا حضرتك يا فندم، يعني لو ده بيتزامن فعليا مع نوة المكنسة وقدرنا نثبت فعلا على الخرائط الجوية قبلها مثلا على الأقل بأربع أيام إن في حالة جوية، في أمطار، في رعود، ده ممكن يأثر بالسلب على أداء الفريقين وعلى المتعة اللي بينتظرها جمهور الفريقين. طبعا لقاء السحاب يفضل إن ممكن المباراة تتنقل مثلا من استاد برج العرب إلى أي استاد عندنا في القاهرة مثلا. لكن حاليا دلوقتي بيننا وبين المباراه حوالي 19 يوم مثلا، فمش هينفع ان احنا ندي دلوقتي توقع ان بالكاد ممكن يتغير. لكن لو فعلا اثبتنا على الخرائط الجويه، وده هيتضح امامنا على الخرائط قبلها على الاقل باربع ايام. لكن ما نقدرش يا فندم ناخد فيه قرار او حتى توقع؟ لا، في حيز الاربع ايام ممكن ناخد قرار طبعا. لو الحاله ثابته، في امطار، في رعود، في رياح قويه ممكن تاثر بالسلب على اداء الفريقين وعلى المباراة، بالتأكيد طبعا لابد ان احنا ننقل او هيبقى في مثلا وجهة نظر بين المباراة تتنقل لاستاد القاهرة مثلا. ما احنا فندم مش هنلحق ننقل في 3-4 ايام، يعني لازم نبلغ المكان ولازم نبلغ الملعب قبليها بفترة. يعني ممكن مثلا اسبوع مثلا يا كابتن سيف. بتهيألي كده، يعني هل اسبوع ممكن يعني نبقى عارفين الامور ممكن تبقى ماشية ازاي؟ طبعا اسبوع هيبقى كافي جدا بإذن الله. لكن نقدر نرصد درجات الحرارة المتوقعة اثناء المباراة، الرياح وسرعتها، كميات الامطار المتوقعه. وبالمناسبه كان في لقاء قبل كده شتوي في 2019، احنا صورنا حاله في احدى القنوات الفضائيه ورصدت اثناء الحلقه ايه اللي ممكن يحصل بالظبط اثناء المباراه، وهو اللي فعلا حصل على ارض الواقع. ده في ماتش الاهلي والزمالك يا فندم؟ كان ماتش الاهلي والزمالك اللي قدامنا على الشاشه ده. اللي كان فيه ميه كتير في الشتاء اللي فات. وغرقان قدامنا. الحلقه دي انا صورتها قبلها مع الاعلاميه الاستاذه اسماء طنطاوي قبلها باربع ايام، يعني والتوقع جه سليم 100% الحمد لله. لكن توقع حضرتك ان بنسبه كبيره الامور ممكن ما تكونش يعني طقس على ما يرام. ممكن، لان ده بيتزامن في التوقيت ده ممكن يبقى في مكنسه على نوه المكنسه على الاسكندريه. ف لو فعلا الكلام ده ثابت، لا يبقى يفضل ان احنا ننقل المباراه للقاهره او يتم تاجيلها. هو للاسف ان لوائح الاتحاد الافريقي يعني حكمانا ان لازم يكون التعديل قبل المباراه ب 10 ايام، فاحنا طبعا قبلها ب 10 ايام ما نقدرش نحدد. لا ان شاء الله نقدر نحدد باذن الله. طيب يعني ان شاء الله لو ثبتت قدامنا على الخرايط هندي تنويه بكده، وان شاء الله الامور تبقى كويسه باذن الله. يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ جمال. استاذ جمال سيد يعني خبير في الارصاد الجويه، بشكره طبعا شكرا جزيلا، لان احنا يهمنا ان المباراه تطلع بالشكل اللائق. النادي الاهلي بيقرر 300,000 جنيه مكافاه الدوري الممتاز بحد اقصى، بحد ادنى 50,000 جنيه. وفي صالح جمعه بقى، صالح جمعه في عرض يوناني دلوقتي موجود، وصالح جمعه موسيماني ياخد عليه جائزه الاوسكار الحقيقه. صحاه يعني فوق صالح، ابتدى يفوقه كتدريب وكلعب، وابتدى صالح دلوقتي موجود. صالح دلوقتي سكتين، يتباع او يكمل في الاهلي. انا بقول لكم رغبه صالح هو الاستمرار في النادي الاهلي. طيب رغبه موسيماني ايه؟ هو استمرار صالح في النادي الاهلي. موسيماني عايز صالح يبقى موجود في النادي الاهلي، هو شايف ان صالح ده يطلع منه حاجات كتيره جدا جدا جدا. وصالح لو فاق كل سنة وانتم طيبين، قصة مختلفة تماما تماما تماما. سيد عبد الحفيظ بيتفادى أزمات التجديد، وبيبتدي يحط دلوقتي ملفات كل تجديد اللاعبين أمام لجنة التعاقدات كلها بما فيها كل الناس اللي موجودة. في خبر ناس ابتدت برضو إن النادي الأهلي ابتدى يفاوض حارس مرمى، ابتدى يفاوض حارس مرمى على حساب علي لطفي ان يكون في حد نمره اتنين ويسيب مصطفى شوبير، ولا على حساب مصطفى، محدش عارف. انا قلت بمنتهى الصراحه
كتيرة جدا. الخبر ده جه قدامي حوالي 77 مرة، الخبر ده جه قدامي 77 مرة، ولكن أنا جه هنا قدامي يعني قريته في المواقع حوالي 77 مرة، قريته على السوشيال ميديا، وقلت إن أنا مش هتكلم في الخبر ده ما يكون فيه حاجة يعني إيه مظبوطة. بعض وكلاء اللاعبين اللي أنا لا هقول اسم الوكيل ولا هقول اسم الحارس ولا هقول أي حاجة خالص، قال لي يا كابتن المرة دي قريبا جدا هتسمع عن مفاجأة. تطلع بقى المفاجأة زي ما تطلع، أنا مستني أهو أسمع المفاجأة، لأن الخبر ده زي ما قلت لكم راح وجه كتير جدا جدا جدا. ده ما يخص عن أخبار النادي الأهلي. طيب، عمر أسامة عبد الكريم لاعب منتخب الشباب عمل عملية في الغضروف والناس قلقانة منها، ولكن الأمور بقت سهلة. عمر مساء الخير والحمد لله على السلامة. مساء الخير يا كابتن سيف، أهلا بحضرتك. أخبارك إيه؟ طمني عليك يا حبيبي. والله الحمد لله يا كابتن، الحمد لله قمت وفوت من العملية الحمد لله بخير دلوقتي. عملت العملية والدنيا تمام؟ أه الحمد لله الحمد لله. هترجع إمتى إن شاء الله؟ والله كابتن لسه الموضوع ده يوم الخميس الجاي هعرف كده مع دكتور احمد عبد العزيز هيقرر ان شاء الله هنزل التاهيل امتى او هرجع امتى. يعني المفروض هو كان عامل لك زمن وقتي قد ايه؟ لا هو لسه ما قاليش اي حاجه، يعني هو لسه يوم الخميس الجاي ان شاء الله هيقول لي هعمل فتره التاهيل قد ايه وان شاء الله هنزل امتى. تمام، لكن انت لسه يعني ما فيش قدامك وقت معين انت بتتحرك فيه؟ لا ما فيش وقت معين. ما فيش وقت لسه، بس يعني مثلا بقوم كل 10 دقايق كده، يعني بقوم في الساعه مثلا 10 دقايق امشي على رجلي، يعني في شويه تمارينات الدكتور كاتب لي عليها كده اعملها عشان ارجع بصلاه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ترجع وتكسر الدنيا ونطمن عليك والوالد كمان يطمن عليك. حبيبي يا كابتن سيف. كابتن اسامه اكيد قلقان جامد. اه طبعا قلقان. دعواتك يا كابتن سيف وعايز دعوات كل الناس. يا رب ان شاء الله باذن الله وتقوم بالسلامه وترجع تكسر الدنيا ونطمن عليك دايما. حبيبي يا كابتن سيف بشكرك يا كابتن سيف وبشكر مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار طبعا مرتضى منصور اللي طبعا سالوا عليا كتير جدا، وبشكر كابتن فاروق جعفر وكابتن اسماعيل يوسف وكابتن امير مرتضى وكابتن حماده انور طبعا يعني على طول في التواصل دايما معايا، وشكرا على الاهتمام جدا يعني منهم صراحه، وكابتن ربيع ياسين طبعا يعني اتصل بيا كتير، وكابتن اسامه المدير الفني بتاع فرقه 2001 طبعا على طول من قبل العمليه كمان لغايه بعد العمليه وقف جنبي كتير وساندني على طول في نادي الزمالك والحمد لله يعني كابتن سيف. في حد تاني في 100 عقبه عايز تشكره ما شكرتوش؟ طبعا يعني بشكر كل المسؤولين في نادي الزمالك وقفوا جنبي وسالوا عليا، وكابتن غانم سلطان طبعا يعني كابتننا كلنا، وكابتن طارق يحيى يعني بشكرهم كلهم والله. كلهم شخصيات محترمه ويا رب دايما نطمن عليك ويفضل كده الزمالك دايما اخد باله من ابنائه. بشكرك حبيبي شكرا جزيلا واتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. بشكرك كابتن سيف على الاهتمام. حبيبي يا كابتن بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله باذن الله يقوم بالسلامه. اخبار نادي الزمالك، كابتن مدحت عبد العادي هو اللي هيقود التمرين الفتره اللي جايه من غير الدوليين، كان عايز يبقى معسكر مقفول، هو لا فضل ان هو من غير اللعيبه ان هو المعسكر يبقى مفتوح. باتشيكو بيطير للبرتغال وهيرجع يوم 14 نوفمبر. باتشيكو عنده اموره الحقيقه يعني النفسيه شغاله بشكل جيد جدا، لان عمل مباراه الرجاء الاخيره بمعنويات عاليه جدا، عنده حلمين دلوقتي، بطوله الكاس اللي جايه عشان يبقى اخد 3 بطولات يخش بمعنويات عاليه جدا الفتره القادمه على مباراه النهائي الافريقي، هو ده التارجت بتاعه، ثم يروح بقى للنهائي الافريقي وربنا يفرجها ان شاء الله باذن الله ساعتها، ونتمنى له كل التوفيق، كل التوفيق لباتشيكو ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه. اتحاد الكره المصري، اتحاد الكره المصري كل يوم خبر، كل يوم موضوع، في نهايه القصه دي انا بقول لكم اهو بنفرد بيها اهي نهايه الموضوع ده، في انتخابات مفيش انتخابات، وليد العطار هو اللي هيقود الاتحاد مش هيقود الاتحاد، يوم الاثنين القادم هي نهايه هذه المساله، يوم الاثنين القادم هو القرار في هذه المساله. انتخابات لمده سنه، انتخابات لمده 4 سنين، وليد العطار يقود المساله لمده سنه لوحده، كل الحلول دي مطروحه، ويوم الاثنين القادم هيكون فيه قرارات مهمه جدا. خلي بالكم ان يوم الثلاث القادم
كمان انتخابات الاتحاد الافريقي هتقفل، هنعرف مين اللي هيرشح يوم الاربع. انتخابات الاتحاد الدولي هتقفل، يعني هنعرف مين اللي هينزل قدام المهندس هاني ابو ريده على مكانه في الاتحاد الدولي، المهندس هاني ابو ريده هيترشح ايه في الاتحاد الافريقي، كل ده يوم الثلاث القادم. ما عدا كده كل دي توقعات. طيب الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكره، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا كابتن سيف، اخبار حضرتك؟ وحشتني. الحمد لله وانت كمان، والله ربنا يخليك. عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. وليد بيه، يعني هل ممكن يحصل تغييرات في مواعيد القيد بعد تاجيل نهائي افريقيا؟ لا، مش هينفع نعمل اي تغييرات في مواعيد القيد، لان حضرتك عارف المواعيد دي بيتبلغ بيها الفيفا وبناخد عليها موافقات قبل ما بتعلن وتطرح للانديه تبتدي تشتغل عليها. وونس انها ابتدت او بدانا فتره القيد ما بنقدرش نغير فيها خلاص. يعني الاهلي والزمالك هل طلبوا ان هي تبقى بعد 27؟ لا، بس احنا دايما بنفكر ازاي نساعد انديتنا في القيد الافريقي او في البطولات الافريقيه. فاحنا حتى اجلنا القائمه الاولى من يوم 7 ليوم 11 على اعتبار ان كان في مباراه النهائي يوم 6، فقلنا ان احنا ناجلها لحد يوم 11. بس دي تعديله داخليه جوه فتره القيد، اللي هي القايمه الاولى، قايمه اللاعبين القدامى، غيرناها من يوم 7 ل 11. دي ممكن ان احنا نعملها، انما احنا اخر ميعاد لقيد الدوري الممتاز يوم 19، ده ما نقدرش نتحرك فيه لان احنا اوريدي اخترنا بيه الاتحاد الدولي. طيب هل ممكن خلاص يعني بوضع نهائي النهائي في برج العرب، ولا ممكن يحصل تغيير؟ لا، هو يعني خلاص هو برج العرب وكل الموافقات موجوده عليه ان شاء الله. طب هل لو في الجو فيه في الامور امور، يعني كان معايا حد من الطقس دلوقتي، لو في الامور الجويه في امور، هل ممكن ننقله؟ ده هيبقى قرار لجنه المسابقات في الاتحاد الافريقي، مش قرارنا يعني. بس حضراتكم هل في الحته دي هتبعته ولا انتوا الامور خلاص؟ لا، احنا ما بنبعتش، الاتحاد الافريقي موجود في مصر. فلو في اي تغييرات جويه شديده تقول ان احنا لازم ما نلعبش المباراه او ناجلها او كده، هم الناس عايشين معانا في مصر يعني، فبياخدوا القرار. طيب تمام. هل في اي حاجه للبلان اللي جايه او للخريطه اللي جايه او خريطه الطريق؟ انا عندي معلومه ان يوم الاثنين كل حاجه هتحدد، عندك حاجه جديده ولا بتاخد معلوماتك مني؟ انا باخد المعلومه منك. حاجه ما تتحركش، احنا اخواتي يعني، عادي. لا. لا، ما عنديش معلومه بموضوع يوم الاثنين ده، احنا لسه قرار الاتحاد الدولي ما فيش فيه حاجه، احنا لسه بنشتغل على الجمعيه العموميه الغير عاديه اللي هتعقد عشان اقرار اللائحه الجديده، ودي الخطوه اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. ما بعد كده ده لسه ما فيش بيه قرار يعني. طب هل بعتوا الاتحاد الافريقي ان ممكن تبقى المباراه النهائيه بجمهور؟ لا، هو الاتحاد الافريقي كده اي المباريات بتاعته من غير جمهور نتيجه للظروف الصحيه والكوفيد 19، فبالتالي يعني ما حصلش كلام على موضوع الجمهور ده خالص. هل ممكن في ان حضراتكم تحطوا له تصور، يعني يبقى في عدد قليل وتباعد كده ونعمل مشهد حضاري كده وحاجات الحلوه دي؟ هو في كلام داير بخصوص الموضوع ده، بس لسه ما فيهوش قرار يعني. لسه ما فيهوش قرار. طيب هل تم تحديد موعد الدوري الجديد او مباريات الكاس المتبقيه؟ اتحدد مواعيد الكاس المتبقيه انها هتخلص يوم احنا عندنا يوم 21 جوله، وعندنا بعدها يوم 23، وبعدين يوم 25، يوم 27 اعتقد. معلش تاني كده، بس احنا مستنيين واحد تاني. عندنا يوم 21 الجوله. 21 ايه؟ يوم 21 11 جوله. 21 ان شاء طيب الله. ويوم 23 ايه بقى؟ وبعدها يوم 23 في جوله ثانيه. ودي احنا بس مستنيين الموافقات الامنيه عليها، لو الدنيا ماشيه ما فيش مشكله هنختار الانديه ان شاء الله على طول. ويوم 27 جوله ثانيه النهائي بقى. النهائي 27 ازاي؟ النهائي افريقيا 27. لا، ما انا بقول لك انا النهائي، انا بس مش متذكر التاريخ بتاعه بالظبط. انت دخلت الاثنين على بعض. انا عندي كم مباريات يا كابتن سيف اليومين دول، احنا عندنا ما شاء الله. بقول لحضرتك ايه المشكله مش كده، المشكله ان طرف المباراه النهائيه ممكن يكون طرف نهائي الكاس. لا 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 لا، انا اسف، انا لخبطت، انا اسف. هي بس احنا بس بناخد الموافقات الامنيه دلوقتي، وانس ان احنا ناخدها نختار بيها الانديه على طول. يعني ممكن الكاس ده يخلص كله قد ايه؟ يعني قبل نهايه الشهر باذن الله.
قبل نهائي شهر أو 11 أو, أو, أو أول أسبوع في 12 إن شاء الله. أول أسبوع في 12 إن شاء الله. ممكن يبقى 5 ديسمبر يعني. ممكن إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، هل الصفقات الجديدة الأندية هتشارك بالصفقات الجديدة في بطولة الكاس؟ الصفقات الجديدة أنت هتبقى خلاص معاك القوائم الجديدة كلها يوم 19، هتبقى خلاص قائمك الجديدة كاملة. فما بعد 19 طبعا هتلعب فيها. الأندية تقدر تشارك باللعيبة الجداد بتاعتها. لا الأندية تقدر تشارك باللعيبة الجداد، لأن هي خلاص هتبقى القائمة الجديدة هي اللي موجودة. تمام. عم محتاج تسالني اي حاجه، تستفسر اي حاجه من الاتحاد الدولي، الاتحاد الافريقي، انت عارف حبايبي كلهم يعني. انت معلوماتك على طول سابقانا يا كابتن سيف. كل التوفيق ان شاء الله. بشكر حضرتك. احنا كمان عندنا برضه كابتن سيف، ما اعرفش حضرتك نوهت عنها ولا لا، احنا عندنا مباريات للمنتخب الاولمبي في الفتره بتاعت التوقف الفيفا. عندنا منتخب البرازيل ابتدى يوصل في مجموعه، وصلت امبارح. تمام. والفرق وبيت الفرق. لا انت ممكن تقولي المواعيد والملاعب بس. احنا عندنا يوم 12 ان شاء الله مصر وكوريا الجنوبيه، هيبقى على استاد السلام. سلام. تمام. يوم 14 هيبقى كوريا الجنوبيه والبرازيل برضو على استاد السلام. تمام. ويوم يوم 17 هيبقى مباراة البرازيل ومصر على استاد القاهرة ان شاء الله. ماشي. اصل انا كان معايا عندنا ماتشات كتيرة، فانا المواعيد كلها بتخش في بعض. انت مش فاهم دي، انا كان معايا كابتن شوقي غريب قبلك فقال لي المواعيد بالملاعب، فانا بتاكد منك بس. طيب يعني بتختبرني يا كابتن. قلت ماشي، احتمالنا من مصلحة يعني. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري. طيب فاصل، وبعد الفاصل إبراهيم صلاح نجم المقاولين العرب، والأول النهاردة أول تجمع لمنتخب الكرة النسائية تحت 20 والمنتخب الأول. يعني كابتن أحمد رمضان النهاردة أعتقد أن هي ضربة البداية معاه، كاميرتنا كان هناك لينا تقرير، نشوف التقرير ثم بعد الفاصل إبراهيم صلاح حديث خاص جدا، استنوني. استراتيجية عندنا كبيرة جدا لمدة 4 سنين، خاصة الكرة النسائية. هنعمل ايه في الدوري؟ هنعمل ايه المدرب؟ هنعمل ايه في اللعبات؟ هنعمل ايه في المعسكرات؟ هنعمل ايه في الماتشات؟ كل ده لازم انتوا كإعلام لازم تشوفوه وتعرفوه. بدأنا الحمد لله، واللي جاي ان شاء الله افضل. القاعدة لما يبقى في ممارسة فيها زيادة ان شاء الله ده بيطلع لعيبة افضل، واحنا شايفين يعني ان شاء الله من 5 لـ10 سنين ممكن المواليد 2005 دلوقتي هيبقوا سنهم 25 سنه هيبقوا لعيبه كره كويسه قوي، يبقى عندنا فرقه كويسه قوي قوي ان شاء الله. ده تالت مره ليا اجي منتخب فيها تحت ال 20، جيت تحت 17 وجيت تحت ال 20 اللي فات، وده تالت مره ليا. بس يعني فكره البنات يعني احسن، يعني كره قدم يعني هي مش عليها ضوء كبير، بس يعني هي اللعبه اللي يعني بطلع فيها كل حاجه انا عايزاها. انا شاركت قبل كده في تصفيات كاس العالم مع الناشئين اللي هو منتخب تحت ال 17، كنا بنلعب الكاميرون وجيبوتي واللي هي كاس العالم يعني. بعد كده شاركت مع الفريق الاول في امم افريقيا، اتاهلنا، وبعد كده بقى الكاميرون خرجتنا هي في ساوث افريقيا. للاسف ما عرفناش نتاهل امم افريقيا، بس الحمد لله ان المنتخب كان رجع واخدنا اكسبيرينس، و انا شايفه باللي احنا فيه ده والمستقبل بتاع الكره النسائيه فيري برايت، يعني ان شاء الله في حاجات كويسه جايه لنا ان شاء الله. طبعا طموح ان انا افضل في المنتخب ونوصل لمرحله اعلى من عشان احنا خرجنا من بدري قوي في المنتخب ده، ان شاء الله نوصل لمرحله اعلى ومواسي الاعلى. ممكن بحب اشوف كريستيانو. طموح اي حد يعني ان انا احترف بره، وبس قبل ما اعمل كده يعني طموح ان انا يعني نوصل بمنتخب مصر بالمكان اللي هو يستحق انه يكون فيها، يعني ننافس بجد، يعني مش بس نكون بنمثل مصر كده وخلاص، حاجه تمثيل شرفي كده وخلاص، عايزين ننافس فعلا. بدات اهتم قوي بالكوره من سنتين، بدات بلعب مع الفري تيم في النادي، بعد كده لما المنتخب اتعمل المره اللي فاتت بدات العب معاهم شويه واخدت يعني خبرات من الناس وكده، فبدات اهتم بالموضوع قوي. انا شايفه دلوقتي طبعا اللي هو لازم يكون عندنا كوره نسائيه، وان انا شايفه ان الجهاز دلوقتي حاطين مجهود كتير قوي ان هم يحسنوا الموضوع ويخلوا الموضوع احسن واكبر في نظر الناس، فان شاء الله يستفادوا من حوارنا.
ابراهيم صلاح واحد من نجوم مصر ونجوم المقاولين العرب، واحد من اللي بتشرف دايما بوجودهم معايا، لان الحقيقه بيقدر يصنع الفارق في اي فريق هو موجود فيه. شرفتني النهارده. ربنا يخليك يا كابتن، وانا سعيد دايما ان اكون موجود مع حضرتك. ده شرف ليا. ربنا يخليك يا كابتن. بركه هيما. كله كويس؟ كله بخير الحمد لله. موسم استثنائي مع المقاولين طبعا، يعني بنقول في الاول الحمد لله، يعني وصلنا للهدف اللي احنا راسمينه من، مش هقول من السنه دي، لا من السنتين فاتوا. يعني كابتن عماد من الموسم اللي فات، قبل اللي فات بقى، خلاص اللي فات ده انتهى، قبل اللي فات مسك الفريق، كنا في موقف صعب، نهينا الموسم في المركز الخامس. فالموضوع بالنسبه لنا كان طموحنا اختلف الموسم اللي فات ده على غير كده، يعني كنا عايزين الخامس نبقى اعلى، ما ننزلش لتحت. يعني احنا بدانا من الخامس ان احنا نكمل، وده الحمد لله، يعني فضلنا طول الدوري في تاني تالت لحد ما نهينا في المركز الرابع، وده كان هدف مجلس الاداره والجهاز الفني طبعا، كابتن عماد والجهاز المعاون واللعيبه كلنا كان هدفنا واحد بالمربع. والحمد لله، يعني اعتقد ربنا ما ضيعش تعبنا، وتعبنا وقت الكورونا كتير في التمرين برده اونلاين، وكل ده شغل كتير عملناه عشان ربنا يكافئنا في الاخر يعني بالمربع. فاضل لك قد ايه مع المقاولين عقدك؟ انا كنت ماضي سنتين، انا لعبت سنه ولسه الموسم اللي هيبدا ده اخر سنه ليا. كم سنه دلوقتي؟ انا 33. 33 طموحاتك ايه؟ الحمد لله، يعني حاسس ان انا طول ما انا بقدر ادي، ان انا موجود في الملعب اقدر ادي، بكون موجود. لما الوقت اللي احس فيه ان انا خلاص مش قادر صراحه كده. بوابه الزمالك تقدر تخش منها تاني؟ صعب. هو هقول حاجه، هو مش صعب، بس في نفس الوقت في الاهلي والزمالك بالذات في حاجه كده، اللي انت عارف ان انت موجود في النادي خلاص صفحتك انتهت، حتى لو انت شايفينك كويس وبتلعب كويس بره، بس يقول لك ايه احنا هنرجعه تاني، فالناس تقول لك مشيتوه في ايه وجبتوه في ايه، فيقول لك دايما بيدوروا على الجديد. يعني انا مثلا بالنسبه لي مشيت من الزمالك من 2017 في الوقت اللي انا موجود فيه، ولحد النهارده الزمالك عمل في مكاني مثلا بتاع 5 أو 6 لعيبه كلفوا النادي فوق ال 100 مليون جنيه ما استفادوش بيهم اي حاجه خالص. فيعني انا بالنسبه لي كنت ممكن اقول ان انا كنت اكون موجود افضل من كده، لكن هو طبعا يعني صفحه واتقفلت وانا كنت راضي. يعني انت وجودك كان افضل للزمالك؟ يعني اكيد هم مش عارفين، هم يعني ما كانواش يعرفوا ايه اللي هيحصل، لكن انا بقول مكاني جه مثلا اكتر من 5 أو 6 لعيبه اشتروهم بارقام كبيره جدا، وخدوا عقود عاليه جدا، وما يعني ما عملوش اي اضافه في نادي الزمالك خالص، ومشوا دلوقتي خلاص. يعني ممكن اسالك سؤال، مين من وجهه نظرك جه في الحته دي في الزمالك عمل الفرق بعديك؟ هو الوقت اللي كنت موجود فيه كنت انا وطارق بس، انا مشيت وطارق ما شاء الله مكمل لحد دلوقتي، هو اللي مكمل بس، ما فيش حد بعد كده خلاص. فرجاني دلوقتي جنبه؟ دلوقتي انا بتكلم من الوقت اللي انا مشيت فيه وموجود دلوقتي فرجاني طبعا ماشي بشكل كويس، بس اعتقد هو ما بيلعبش كتير الحته اللي انا كنت بلعبها، يعني هو دايما بيلعب او بيقولوا رقم 8 اللي هو بيكمل جنب طارق. يعني انت عايز تقول ان طارق حاله استثنائيه، ما عدا طارق ما فيش ابراهيم صلاح؟ ما فيش، انا ما كنت موجود انا وطارق، انا مشيت وطارق كمل، ما فيش الا هو موجود في المكان ده. يعني حتى دلوقتي اما طارق بيغيب الناس كلها بتقول في مشكله في وسط نادي الزمالك بسبب كده. اوقات بيجيبوا بقى، بيفضلوا يجيبوا ناس اصلا مش مكانها خالص، يعني ماتش قبل نهائي افريقيا بيلعب اسلام جابر ديفنتر جنب طارق، فاكيد في مشكله في المكان عندهم. نادي الزمالك لازم يجيب لعيب، يعني طارق ماشي بشكل كويس، لكن بيحصل ظروف اي وقت ان هو مثلا اصابه، بيحصل ايقاف، بيبقى في مشكله في نادي الزمالك. عماد النحاس مع مفتاحك؟ مش مفتاح انا بس بصراحه، يعني مفتاح الفريق كله ومجموعه العمل كلها، يعني معاه مفتاح الجهاز اللي معاه، معاه مفتاح اللعيبه اللي بتبقى موجوده، بيبقى ليه شروط كمان في اللعيبه اللي بتدخل عندنا. يعني حته المستوى الفني مش رقم واحد انك تيجي المقاولين، الشخصيه مش هو بس الحقيقه، هو المهندس محمد عادل، المهندس طبعا محمد صلاح، احنا رقم واحد بالنسبه لنا، الناس عاملين منظومه محترمه بالظبط. الباشمهندس طبعا اللي هو الكبير بتاعنا كلنا، الباشمهندس محمد عادل يعني حبيبي ده، لانه شخصيه صراحة ممكن ما تكررش في الكوره صراحه. والله يعني صراحه في الوسط الرياضي انا بستمتع لما بسمع الراجل. طبعا الباشمهندس محمد دعم كبير للفريق كل وقت معانا، يعني احنا بنشوفه كل يوم في التمرين، يعني مشغول كتير جدا، بس هو محمد عادل، هو عادل فعلا طبعًا. يعني ما تجيبه في حديث عادل ومعتدل ويتكلم اللي ليه واللي عليه ويصالح للكوره. لو في حاجه موقف احنا لينا حق فيه بيتكلم في الحق، ولو علينا حاجه بيقولها، يعني حتى في اي مكان الناس بتحترمه وبتقدره، لانه الراجل بصراحه من الناس المحترمه في الكوره. وكابتن عماد طبعا جيت معايا في لقاءات كتير، شايفك مع المقاولين مزاجك هادي. طبعا يعني الاجواء كلها مبسوط بالظبط، الاجواء كلها بتشجع، رغم ان الفكه قليله شويه. هو مش كل حاجه الفكه في، يعني في الاوقات اللي هي ريحت خلاص. لا مش كده خالص، بس لما يكون الموضوع قريب. مستريحتش لسه؟ لا الحمد لله، يعني الحمد لله على كل حاجه طبعا، الحمد لله الواحد مرضي ومبسوط، بس الموضوع ان لما تكون الموضوع قريب بس مكان انت مرتاح فيه بتفضل في المكان اللي انت مرتاح فيه. فجواتك في الزمالك كانت اعلى بكتير، ارقامك اعلى بكتير من المقاولين؟
لا انا ارقامي في الزمالك اصلا، انا يعني انا مشيت قبل ما نقعد نسمع الارقام دي، يعني ايامنا في الزمالك ما كنتش باخد حاجه خالص، يعني اقل من المقاولين دلوقتي. مش فاهم. يعني الوقت اللي انا لعبت فيه، انا لعبت سنه 5 سنين في الزمالك ما خدتش مثلا 500,000 جنيه على بعض. 5 سنين. مش فاهم. كنت اساسي في منتخب مصر وفي الزمالك. ليه؟ كانت السنه ب 100,000؟ وما كنتش باخدها اصلا. يعني ما كناش بناخد ولا ال 100 ولا ال 20 حتى. لحد ما رحت سنه السعوديه الحمد لله ربنا عوضني فيها. ورجعت على الزمالك تاني برضو الارقام كانت هي السنه 2014 2015 اللي خدنا فيها الدوري، الارقام كانت برضو ايه يعني ايه، احنا هنلتزم ان انتوا تاخدوا فلوس بس ارقام طبعا قليله اقل من اي حد في الدوري. لما جيت امشي بقى بدانا نسمع الحكايات دي اللي يعني انا بسمع بيها دي، يعني انت انا اعلى عقد خدته في الزمالك كان حوالي 1.5 مليون. طيب ما انت يعني اخدتهم اخر سنه، اخر سنتين دول خدتهم في وجود المستشار مرتضى خدتهم، اللي قبل كده كله ما كنتش باخد فيه حاجه. او باخده بقى 5 في 3 في 4 يا دوب كده ايه يغطوا المصاريف بتاع البيت دي حاجه معروفه للناس كلها، يعني 5 سنين. يعني انت في المقاولين بتاخد اغلى اكتر من الزمالك. يعني في المقاولين دلوقتي بقى الحمد لله، يعني انا عمري ما اتكلمت في قصه الفلوس، وانا بقيت ارجع، انا رجعت من السعوديه بتنزل في الزمالك قالوا لي اعمل تنازل عن القديم، عملت تنازل يعني كده كده مش واخدهم اصلا، فعملت تنازل وعملت عقد جديد. يعني موضوع الزمالك بالذات الماديات يعني مفيش حد هيتكلم فيه معايا انا بالذات خالص، وكذا حد يعني انا لو فاكرين عبد الشافي وحازم وشيكابالا الناس دي هي اللي شافت الموضوع ده. دلوقتي الوضع بقى مفيش، يعني مفيش مقارنه اصلا، مفيش مقارنه خالص. يعني في عقد لعيب مثلا او اتنين في الزمالك دلوقتي بفرقه الزمالك مثلا في 2010 2011 كلها بالعقود كلها لعيب واحد بس. فالوضع دلوقتي مختلف تماما يعني. بس انت بالنسبه لك الهدوء اهم من الفلوس. طبعا يعني انا عقد خلص مع المقاولين جالي عروض اكتر بفلوس حوالي مثلا 1 مليون جنيه ما رضيتش اروح. من المقاولين؟ نادي في مصر؟ فين؟ كذا مكان يعني جت كلموني ان انا خلاص انا عادي انتهي والناس كلها عرفت ان انا فري فاروح، ما رضيتش. انا قلت للمقاولين وهم اتكلموا احنا عايزينك تكمل، قلت لهم وانا حابب ان انا اكمل. مضيت اقل بس كنت حابب ان افضل في المكان ده. حابب تكمل في المقاولين طول ما الزمالك ما جاش. هو انا بالنسبه لي موضوع الزمالك يعني قصه ثانيه، يعني انا موضوع الفلوس في الزمالك حتى ما بفكرش فيها، يعني بحب المكان ده لان خيره عليا وعلى اسمي وكل ده. الناس عارفاني عشان ان ابراهيم صلاح لحد النهارده بروح في مكان في ناس تقول ابراهيم صلاح اللي كان في الزمالك. فالموضوع ده بالنسبه لي منتهي، لكن ان انا العب كوره ابقى حابب ان انا اكون موجود في المقاولين. اما رجعتوا بعد الكورونا وانتوا في المركز الثالث وحلم وتقل كبير ان راجعين وعايزين نفنش في كده، اول حاجه كان علينا ضغط كبير جدا لسبب ان احنا كنا اكتر نادي عايزين الدوري يرجع وبنضغط في كده. الناس كلها كانت بتهاجمنا احنا، يعني مش عارف ليه، يعني احنا حابين نلعب عشان احنا الحمد لله كنا تاني الدوري. صح. يعني رجعنا بعد كورونا تاني الدوري، واللعيبه كلها عندها حق. انا عايز اقول لك ان كل انديه الدوري كانت قاعده في البيت. احنا كل يوم الكابتن عماد كان بيقعد بيجيب الفيديو بياخد غياب وخصم كل يوم، يعني لمده 3 شهور كل واحد في بيته بيتاخد الغياب ومين بيحضر واللي بتستاذن لو في وراك حاجه بتغيب عن التمرين. يعني كاننا بنتمرن خالص. وكابتن عبد الرحمن عيسى تعب معانا كتير. هتزعل لو المربع راح منكم؟ انا كنت بالنسبه لي صدمه اكتر ان انا خسرت الدوري في الزمالك مثلا. ياه. تعب مش طبيعي، يعني التعب في الزمالك غير تعب في انديه ثانيه، يعني في الزمالك انت عارف ممكن بتلعب فريق كبير فبتكسب كتير عادي خالص، لكن المقاولين لما بعمل معاه انجاز كده فانا من نفسي. عربت في الاخر على نقطه. طبعا. احنا كنا هننتحر كلنا اللعيبه. والله بجد. فتخيل انت حلم سنتين، انا اقول لك هي سنتين مش سنه واحده، هو حلمنا كله احنا نروح نرجع بالمقاولين افريقيا. عشان كده برضو ربنا ما ضيعش تعبنا، يعني الحمد لله جابها لنا كمان. احنا خسرنا من انبي وسموحه تعادل مع المقصه واحنا جات لنا واحنا قاعدين. خلص لكم بدري بالظبط. فالموضوع بالنسبه لنا يعني كان حاجه كبيره عايزين نحققها يعني، والحمد لله ربنا اداها لنا. تستاهلوا بصراحه. الحمد لله. نطلع فاصل ونرجع مع ابراهيم نكمل طموحاته، وعندنا حديث كبير وكلام كتير جدا مع ابراهيم بس بعد الفاصل. كل الناس دلوقتي تقول المقاولين العرب هيلعب كونفدراليه، تمثيل مشرف ولا منافسه شرسه ولا ايه بقى؟ والله يعني انا واحد من الناس لعبت دوري ابطال مع الزمالك ولعبت في افريقيا، فانا عارف ان الموضوع هيبقى صعب في الاول، لكن اللي احنا الجو اللي احنا عايشينه من دلوقتي وبدانا تمرين بدري واستعدينا، يعني احنا مش عايزين
تعب السنه اللي احنا تعبناها عشان نبقى رابع. لما احنا هنلعب تمهيدي طبعا لان المقاولين بقاله فتره بعيد، فبقول لهم احنا لو طلعنا من بدري يبقى كل التعب ده راح في الهواء. ترك في الصفقات في سيف الجزيري وفي اثنين توانسه. لا سيف مع سيف معانا احنا جبنا اثنين لعيبه توانسه على سيف شايف بقى ثلاثه توانسه. اه كده عندنا ثلاثه توانسه. برضو المهاجم اللي هم اعلنوا عنه لعب في الترجي برضو عنده خبرات افريقيه. اذا مجوني لعب الترجي اه بالظبط عنده خبرات افريقيه فاكيد هيفرق مع الفريق. دلوقتي اللي احنا شفناهم في التمرين الرسمي احمد داوود برضو اضافه كبيره من نادي الزمالك كان اخر حاجه في طلائع الجيش. في كذا حد هم النادي بيخلص خلاص معاهم اكيد اكيد لعيبه اضافات هتبقى اضافات كويسه لينا. فنتمنى من ربنا ان احنا اهم حاجه توفيق ربنا عشان في ناس كتير ما لعبتش اجواء افريقيه فده اللي هيبقى الحاجه الوحيده اللي هتاثر معانا يعني شويه ان في ناس كتير اول مره. عندكم بديل لطاهر؟ اه يعني انا عايز اقول طاهر لعيب كبير وكل حاجه بس هو طاهر السنه دي يعني عموما يعني ما شاركش بشكل كبير يعني ما شاركش معانا بشكل كبير. جات له الاصابه اللي كانت عنده كان عامل عمليه في رجله فهو غاب فتره طويله. فالحمد لله احنا كنا من غير طاير برده ماشيين بشكل كويس لكن هو اضافه كبيره لينا يعني لما كان بيبقى موجود كان بيعمل فرق كبير معانا ونتمنى له التوفيق مع نادي الاهلي الفتره اللي جايه. لكن احنا يعني كان الحمد لله كانت الدنيا ماشيه برده يعني. ما فكرتش مره تضحي مثلا ب 200 جنيه وتجيب مثلا اثنين عصير وتقعد مع ايمن حفني كده انت هو تتكلموا مع بعض يعني وكتير. ايمن لما جه المقاولين يعني اكيد انت قريب منه. لما جه المقاولين كنت فرحان جدا يعني كنت مبسوط. انا عارف ايمن في الكوره لعيب كبير ازاي يعني انا عارف ان هو لعيب كبير لكن هو في يعني حاجات حصلت سوء تفاهم كده مع الجهاز تقريبا فجينا المشكله اللي حصلت دي عدم التزام وكده وانا واحد من الناس كنت هو عارف يعني اول ما استقبلته انا كنت فرحان جدا ان انا لان عارف امكانيات ايمن. ما فكرش تجيبه يعني انت بتفكر في سنه هتعدي منك من غير كوره مش عارف في عز انك ممكن تلعب مع نادي يعني بينافس مش عارف هو بصراحه كان بيفكر في ايه فربنا يوفقه في خطوته اللي جايه ويعني مش عارف هو ناوي يعمل ايه ربنا يوفقه يعني في خطوته اللي جايه ان شاء الله. كان مين يستفاد اكتر ايمن اه طبعا ولا المقاولين؟ الاثنين يعني انا شايف ان ايمن كان هيستفاد هيرجع نفسه مع فريق محترم وفريق كوره وهو نفسه شاف المعامله كانت عامله ازاي اول ما جه والنادي المقاولين هيستفاد من 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 طريقه لعب ايمن حفني ومن اضافه ايمن حفني الفنيه فاكيد الطرفين والدليل ان احنا جبناه هو كان قاعد ست شهور في المقصه ما كانش بيلعب فاحنا كمان جبناه وعايزين نرجعه وفعلا كان بادئ بدايه كويسه جدا لكن هي الظروف اللي حصلت دي. مين اللعيب في مصر اللي انت تتمنى انه يلعب معاك في المقاولين؟ يلعب معايا؟ هو انا يعني انا لعبت مع ناس كتير كده بس انا بحب لعب عبد الله السعيد جدا يعني. عبد الله السعيد مش هنقدر نجيبه لك اكيد يعني بس انا بحب انا لعبت انا قلت حاجه نقدر نجيبها لك المقاولين. لا انا يعني كلاعب بحب طريقه لعبه ولعبت جنبه وحاسس بالاضافه اللي هو بيضيفها عبد الله يعني. عبد الله السعيد دي اتقل فرده انت لعبت معاها في مصر؟ مش اتقل هو في الحته بتاعته يعني صايع كوره وذكي جدا يعني الوحيد اللي بيعرف يتحرك في المكان ده كويس والدليل ان كل الناس اللي بتيجي تلعب في المكان 10 في مصر كلها برده مش عارفين نلاقي بديل للكابتن عبد الله يعني فهو ذكي جدا بيعرف يتحرك. انا لعبت ضده ولعبت معاه فعارف هو بيعمل ايه وطريقه لعبه ازاي فهو عبد الله ذكي فهو في اي مكان يقدر يشغل الملعب كله يعني. عبد الله عنده ميزه ان اللعب ناحيه اليمين انت مش مركز معاه خلاص كل الناس بتركز اللعب هنا هو الكره مش معاه تلاقيه جوه ال 18 يعرف يجيب جول. جه جيري قال لك انا هدفع بكوف جديد عبد الله كبر جه البدري طلع عبد الله صغر. ما انا هو بقى بتبقى وجهات نظر وبرده خلي بالك هتشوف الفوارق يعني انت مثلا حضرتك بتقول اجيري جه قال عبد الله كبر ما عملش حاجه برده يعني كسبنا شويه فرق اي حاجه كده قلنا ده بيهاجم وبيعمل جينا مع اقوى اول فريق كويس احنا طلعنا من دور ال 16 في ملعبنا فالموضوع ما فيهاش كده المهم بالعطاء ماليش دعوه بكبر او صغر المهم اللعيب بيأدي ولا لا. شايف مين بديله؟ مين اللي بينافس عبد الله في الحته دي؟ هو انا شايف يعني من احسن الناس اللي بتلعب رقم 10 دلوقتي في انا شايف محمد ابراهيم ماشي بشكل كويس جدا شايف في نادي الزمالك اوباما بيلعب بشكل كويس زيزو بيلعب الحته دي بشكل كويس مجدي قفشه في زيزو بيلعب فين كويس؟ يعني في حتت كتيره دلوقتي ايوه بالظبط بس انا شايفه برضو لو لعب في المكان ده يبقى كويس جدا لانه عنده بيتحرك كتير وعنده مجهود كبير جدا اوباما لما بيلعب وبيكون فايق في المكان ده بيبقى كويس محمد مجدي قفشه في النادي الاهلي بيلعبها بشكل كويس. دايما يقولوا دلوقتي مصر في مشكله في راس الحربه مصطفى محمد حلها؟ مصطفى محمد يعني ان شاء الله ربنا يبعد عنه الغرور والاصابات هي يعني هيبقى حاجه كويسه بس هو
يعني مش عايزين الناس تشيله اكبر من طاقته برضو. يعني احنا النهارده مصطفى مهاجم صغير وواعد وكلنا بنتنبه، فمش عايزين نشيله كل حاجه، فالوقت اللي هيجي فيه ماتشين ما يجيبش جونين هنقعد نقطع فيه، مش عايزين نوصل للمرحله دي. يعني احنا عايزينه ياخد الفترات بتاعته بشكل كويس، يعني ان هو يبدا، هو لسه لاعب صغير بيكتسب خبرات كتير، فانا شايف ان هو في المستقبل ان شاء الله لو فضل على المستوى ده اكيد هيحل الازمه كلها. يعني بعض الناس قالوا ان شيكابالا ممكن يفكر ان هو يعتزل لو الزمالك اخد بطوله افريقيا، الكلام ده ممكن يحصل؟ قلت لي صعب. انا مع شيكابالا على طول وبتكلم على طول، يعني انا شايف ان هو حاسس ان هو قادر فبيكمل. يعني انا نصيحتي ليه، يعني لو نادي الزمالك عايز يقول له مثلا خلاص مش هتكمل، لو هو عنده فرصه يكمل في مكان تاني يكمل، يعني هو طول ما هو قادر ان هو يلعب كوره بيلعب. احسن لشيكابالا ان يكمل في الزمالك ولا في نادي تاني من وجهه نظرك؟ هو هيكون ليه دور وموجود، ويعني شيكابالا رجع من اصابه، انا شفته الماتش الاخير بيشارك، فلو هيكون ليه دور انا واحد انا بحب استمتع بيه. يعني ممكن يكون عندي احسن لعيب في العالم، احنا كنا بنتكلم مثلا ان صالح جمعه الناس كلها بتحبه وطريقه لعب، بس احنا ما بنشوفوش في الملعب، يعني هو ما بيلعبش، فانا بستفاد ايه؟ يعني ان هو عنده امكانيات وعنده مستوى كبير وما بيلعبش، فاحنا مش مستفادين حاجه، ان احنا فرحانين ان عندنا لاعب كويس وما بيلعبش، لا. فانا عايز اشوف الموهبه بتاعته يعني يلعب احسن. انت ما بتعرفش تجود الكلام؟ لا خالص. انا بقول لك اصل مثلا الناس فرحانه. انا استفدت ايه بالظبط؟ يعني مثلا احنا عندنا مثلا شيكابالا كل الناس بتقول ما احنا فما يكون في الملعب احنا كمان هنتمتع ونتفرج. عايز اسالك سؤال، الخمسه والعشره والربع والتلت يرجعوا لعيب؟ لا طبعا، ما هو اكيد ما هو ده دي مش انا واحد من الناس لما بنزل ربع ساعه باخد 10 دقايق عشان ادخل رتم الماتش، فبلعب لي بقى 5 دقايق رايح حكم بيصفر. يعني انت عايز تقول ان شيكابالا لو فضل في الزمالك 10 دقايق ربع ساعه ساعه مش هيرجع؟ لا ما اعرفش هو تفكيره ايه، هو لا انا بتكلم كرويا. انا نفسي يبدا ويلعب، يعني الفتره الاخيره ممكن نادي الزمالك في الوقت اللي هو كان المفروض يحسم مركز تاني من بدري ويبدا بقى الناس كلها تلعب، بس طبعا الموضوع اتاخر لاخر ماتش فالموضوع كان صعب يعني، لكن انا كنت حابب ان شيكابالا يكون موجود ومؤثر، هو الفتره اللي قبل الاصابه على طول كان موجود وبيلعب بشكل كبير، فانا اتمنى اشوفه في الملعب على طول بصراحه. طيب نرجع بقى نتكلم على المنتخب شويه وعلى الاهلي والزمالك مع ابراهيم صلاح بعد الفاصل. نرجع نشوف بقى النهائي الافريقي اهلي وزمالك، وانتماءاتك طبعا معروفه، شايف فرصه الاهلي ازاي والزمالك ازاي؟ هو انا شايف ان ده يعني اصعب مباراه بقى اهلي وزمالك في ال 20 سنه الاخيره هتبقى دي. ليه صعبه؟ يعني ليه؟ لا صعبه في الكوره، يعني كوره طبعا، لان انت يعني اعتقد ان عمرهم ما لعبوا في نهائي افريقيا الاهلي والزمالك مع بعض اول مره ف يعني سوري ده الماتش بيبقى الدوري خلصان وبيلعبوا بعض واللي بيكسب ما بيحلش الثاني لمده شهرين. طب انا هاخد النهارده بطوله افريقيا من نادي الاهلي، طب ايه الوضع؟ ما بيحلش التاني. طبعا ما حضرتك بتشوف يعني الاهلي كسب الدوري، الزمالك كسبه كان انا اخدت الدوري، جمهور الزمالك فرحان بالماتش اكتر من الدوري. طب انا بقى هكسبك واخد منك بطوله افريقيا كمان. الموضوع انا شايف المباراه دي هتبقى اصعب مباراه الاهلي والزمالك في الفتره الاخيره، تبقى محتاجه ثبات مش طبيعي من اللعيبه، ويعني انا واحد من الناس اتمنى في الاول انها تطلع بحاجه مشرفه للكره المصريه عموما، والناس كلها بتحب تتفرج على المباراه دي بشكل كويس، فاعتقد ان انا واحد من الناس نفسي ان المباراه تطلع بشكل كويس، ما يبقاش فيها شده بين اللعيبه، ما بقاش في شده من حد. مين الاقرب للفوز من وجهه نظرك؟ لا خالص، ولا اقدر اقول الزمالك، يعني انا اتمنى الزمالك، لكن انا ما اقدرش اقول ان الزمالك اقرب للفوز. الفقره دي بقى هنشوف حاجات كده وتقول لي انت قلتها ولا ما قلتهاش، اسمها قالوا قلنا. تطلع على الشاشه كده وتقول لي انا قلتها لا انا ما قلتهاش. نبتدي بقى نساوي، يلا. احمدوا ربنا. ده فين دي؟ مش عارف. مش عارف بغض النظر، قلت التصريح ده؟ لا خالص. ما قلتوش؟ يعني احمدوا ربنا، انا مش فاكر حاجه زي كده. احمدوا ربنا، بدل انت بتقول لعيبه الزمالك احمدوا ربنا ويكشف حقيقة. محمد صلاح زملكاوي؟ برضه عمري ما اتكلمت معاه في حاجه زي كده. اصلا؟ خالص. اللي بعده، يعني ده ما قلتوش اصلا؟ لا خالص. طيب. ده دي حقيقة. يعني كنا في الوقت الموسم خلص تقريبا، ف يعني ببص لقيت الناس كاتبه اسماء راحلين عن نادي الزمالك فحاطين اسمي فيهم. يعني اللي بعده زعلت؟ طبعا، يعني كان اولى بس حد يكلمني ويتكلم معايا وانا متقبل الموضوع. يعني رفضت الاهلي مرتين؟ دي حقيقه.
يعني نادي الاهلي نادي كبير وكل حاجه. وانا رايح السعوديه وانا راجع من السعوديه. مين اللي كلمك المرتين؟ كان في وكلاء وهم واخدين من تفويض من النادي الاهلي. لكن ما عادش من حد في الاهلي؟ لا ما هو انا ما اديتش فرصه ولا حاجه. اللي بعده انا قلت مع حضرتك دلوقتي كمان لان دي حقيقه يعني. صح. اللي بعده دي حقيقه فعلا. انا قلت موضوع الفيديو مع مستر فيريرا لان قلت هو من احسن المدربين اللي اتمرنت معاهم طبعا في اجنبي جه مصر، فكان هو عنده هدف ان هو يعمل كده ووصلها لي بطريقه كويسه وانا اتقبلت الموضوع يعني. قلت الزمالك صرف 100 مليون جنيه لتعويضي؟ مش لتعويضي عشان الناس ما تفهمش، انا هي نفس الفكره اللي قلتها لحضرتك ان انا جبت لعيبه اتكلفت كده مش لتعويضي يعني. شرفتني ونورتني. ربنا يخليك يا كابتن سيف، وانا دايما سعيد ان بكون مع حضرتك وبتبقى حلقه بالنسبه لي جميله جدا. شرف لي، انا بتشرف بيك ودايما متالق، وبالتوفيق مع المقاولين العرب وبالتوفيق لمنظومه مقاولين العرب كلها. شكرا. بشكرك وبتشرف بوجودك دايما. بتمنى من الناس كمان انها يعني تستاند نادي المقاولين شويه وهيبقوا محتاجين. الكونفدراليه كلنا اكيد وراكم لان بتمثلوا الكره المصريه ان شاء الله. بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. نطلع فاصل، وبعد الفاصل عمار حمدي الوافد الجديد للاتحاد السكندري، واحد من نجوم المنتخب الأولمبي. عمار حمدي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفي ونجمي النهاردة شخص بحب جدا يبقى معايا أو معايا على التليفون، أحب أتكلم معاه وأحب دايما أستضيفه وأحب كمان أتفرج عليه في الملعب. عمار حمدي حبيبي كابتن النهارده، ربنا يخليك يا كابتن، مبسوط بالكلام اللي حضرتك بتقوله ده، وانا مبسوط اللي مع حضرتك النهارده. قول للناس بقى انت عملت ايه دلوقتي؟ اشرح لهم انت عملت ايه؟ بجيب الورقه وافضل اشوف الاسئله، باجي مع حضرتك ما اعرفش ايه اللي بيحصل. اي وقت عمار حمدي بيجي بيخش عقبال ما يخش بطلع اجيب حاجه، بيقوم اخد كل الورق اللي قدامي ده باصص فيه ومذاكره كويس جدا، اخش بقى الاقيه قاعد بيقراه. بتقرا ايه؟ ايه اللي انت بتقراه؟ بشوف الاسئله واللي انا عشان اجاوب اقول ايه وكده، بس باجي قدام حضرتك ما اعرفش ايه اللي بيحصل على الهواء، ما اعرفش ايه اللي بيحصل. ايه السؤال في دول اللي ضايقك؟ لا لا ما فيش، كلهم تمام يعني. كلهم ايه؟ كلهم تمام. يعني كله كويس ما فيش اي مشكله؟ ان شاء الله كله تمام. انساهم خالص بقى. ماشي. قول لي بقى قصتك ايه؟ انت كنت مفروض ترجع الاهلي ولكن قلت لا انا عايز العب. رحت الاتحاد السكندري. حسام اللي وداك ولا مصلحي اللي وداك؟ ويعني خلي الاجابات هاديه كده عشان ايه التوصيات عليك عاليه جدا. الكابتن حسام لان حبيبي جدا جدا جدا، هو كابتن ابراهيم حمد مصلحي كويس، كابتن شوقي غريب، كله مامن عليك قبل ما تيجي يعني، وجمهور الاهلي طبعا. طبعا هم الناس في النادي كلموني بعد ما خلصنا ماتش بيراميدز كده، فانا كنت ساعتها عمال اتكلم مع النادي اللي انا عاوز اطلع عاره، فكان ساعتها ما حدش اتكلم معايا ان انا ارجع النادي من جهازه كده، ما فيش غير المسؤول من النادي كلمني قال لي ان انت هتكون موجود معانا يعني السنه الجايه وكده بس. فانا لقيت نفسي ان انا اتكلمت ولقيت نفسي ان انا هرجع مش هيكون ليا دور، فكمان كابتن شوقي يعني عرف اللعيبه كلها اللي مش هيكون رجله في الملعب مش هيكون موجود في المنتخب بس. فانا على طول بتكلم يعني مع كابتن شوقي كده، فقال لي لازم تطلع في اي حته تلعب. في الاهلي اتكلمت مع مين يعني؟ اتكلمت بس مع كابتن سيد يا كابتن انا هلعب مش هلعب، مع كابتن سامي قمصان؟ لا ما اتكلمتش مع كابتن سيد، انا اتكلمت مع كابتن امير توفيق. بس امير ليه علاقه باللعب؟ لا ملوش علاقه باللعب. انا اتكلمت مع كابتن امير قلت له انا عايز اطلع عارة، انا بتكلم على طول مع كابتن امير قلت له انا عايز اطلع عارة لان انا شايف ان انا هرجع. طب مش امير ما قال لك احنا عايزينك؟ قال لي، هو قال لي الراجل مبسوط منك. اه بس انا حسيت ان انا هرجع برده مش هيكون ليا دور. طب حسيت منين يعني؟ واحد بيقول لك الراجل مبسوط وعايزك. انا ما انا شايف نفسي ان انا مع نادي طلائع الجيش ما اديتش مستوى كويس زي ما كنت في نادي الاتحاد. ما ظهرتش بشكل كويس خالص مع نادي طلائع الجيش، ما عملتش معاهم، ما جبتش جوان حتى في الموسم ده. ما انا كنت شايف نفسي ان انا حتى لما ارجع اللي هو مش شايف ان انا استحق ان انا ارجع، مش شايف ان انا عملت حاجه مع النادي. اه انت مش شايف ان انت في فورمتك ان انت ترجع تلعب؟ اه انا مش شايف نفسي ان انا عملت حاجه وان انا استحق ان انا ارجع العب. فانا حبيت ان انا اطلع عارة تاني. بس فاتكلمت مع كابتن امين، فضلت اتكلم معاه حوالي اسبوعين ان هو يقنع لجنه التخطيط ويتكلم مع الجهاز وكده، فلقيت كابتن امير بيكلمني بيقول لي انت لو حابب تطلع عرا النادي يوافق وكده، فاشوف انت جاي لك كذا وكذا وكذا. فقلت لهم نادي الاتحاد. ليه الاتحاد؟ كده نادي الاتحاد بحس ان انا وسط اهلي كده بجد، هناك الناس كويسه جدا، الناس بتحبني، الحاج مصلحي ده بجد بعتبره بجد زي والدي، والجماهير طبعا يعني على طول بيشجعوني وبيدعموني كتير. طبعا وجود كابتن حسام حسن
ده يعني خليني اللي هو لا لازم اروح لان انا نفسي اتمرن مع كابتن حسام. حابب كورته وحابب اللي هو بيعمله مع اي فرقه بيروحها، فانا حابب اكون موجود في نادي الاتحاد. يعني مش خايف من حسام حسن؟ يعني كل اللعيبه تقول لك حسام حسن بيصنع نجوم بيعمل نجوم، ولكن حسام ما ينفعش معاه بين البنين. لا 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 بالعكس، انا رايح اكون موجودا في الاولمبياد عشان خاطر باذن الله نجيب ميداليه. انت عايز ترجع الاهلي بس وانت واقف على رجلك. بالظبط كده. ان شاء الله بعد بطوله الاولمبياد ان شاء الله مع المنتخب ان شاء الله لو حصل نصيب وانا كنت موجود ان شاء الله، يعني انا شايف ان شاء الله من خلال المنتخب ان شاء الله هرجع النادي الاهلي ونادي الاتحاد. طبعا طموحك اهلي او اتحاد ولا تبقى مشوار بره؟ طبعا نفسي ارجع النادي الاهلي العب، ومن النادي الاهلي هيجي بقى الاحتراف بره وكده. يعني عايز الاهلي هو يكون بوابتك لبره. بالظبط. كان عندك حاجه غير الاتحاد؟ كان في عروض جايه من مصر بس انا اخترت الاتحاد. يعني كان جاي لك ايه؟ كان جاي لي سيراميكا، وكان جاي لي البنك، كان في سموحه، وفي نوادي تانية كلمتني بس الاتحاد اغلاهم. لا الاتحاد مش اغلاهم، في نوادي تانية. سيراميكا كان اكتر ماديا. سيراميكا كانت عرض عليها فلوس اكتر، بس طبعا محبب نادي الاتحاد. سيراميكا بتاخد نجم كبير من الاهلي. مين؟ قول ما يمكنش ما فيهاش حاجه. لا انا سمعت اللي انا عرفته، سمعت من اللعيبه في راحت سيراميكا قالوا لي ان كابتن صالح جمعه رايح سيراميكا. اضافه صالح جمعه في سيراميكا طبعا ان شاء الله لو رجع يعني لفورمته وكده. طبعا كابتن صالح جمعه محدش يختلف عنه، يعني هو كابتن عبد الله السعيد. فبالتالي سيراميكا بيعملوا فريق كويس، يعني وجود صالح جمعه هناك يعمل شكل مع المجموعه اللي اتاخدت يعمل شكل بتالي كويس. هم عاملين فرقه كويسه جدا، جايبين عناصر كويسه، في كام لاعب من طلائع الجيش برده وراح. فانا شايف فرقه سيراميكا السنه دي هتكون فرقه كويسه، والدوري هيكون شكله كويس. يعني في حد تاني رايح سيراميكا؟ لا ما اعرفش. قول ما تهمكش، احنا بنفضفض مع بعض. لا اللي انا عرفته صالح جمعه بس، ما اعرفش حاجه تاني. صالح جمعه. طموحاتك ايه مع الاتحاد السكندري؟ اتكلمت مع حسام؟ لا ما اتكلمتش مع كابتن حسام، اتكلمت مع الحاج وكلمت مع كابتن ابراهيم. انا كعمار طموحاتي ان شاء الله مع نادي الاتحاد، ان شاء الله نفسي نادي الاتحاد السنه دي يكون في المربع الذهبي باذن الله بالامكانيات دي. وشايف ان الحاج مصلحي ما بيبخلش خالص على النادي، شايف بالامكانيات دي ان شاء الله وباللعيبه ان شاء الله والتدعيمات اللي هم عاملين يجيبوها نكون في المربع الذهبي باذن الله. رايك ايه في حسام عاشور وجوده هناك؟ ده يعني حسام عاشور قدوه طبعا لاي لعيب صغير. انا اتكلمت معاه طبعا قبل ما يجي، هو كلمني، هو قال لي تعالى النادي وكده، فطبعا ده شرف لي ان كابتن حسام عاشور يقول لي كده. بس طبعا نادي الاتحاد يعني انا عارفه من بدري يعني وعارف جماهيره، فانا طبعا ما ترددتش وانا كنت واخد الخطوه دي ان انا ان شاء الله اكون موجود في نادي الاتحاد. يعني وجودك مع كابتن شوقي غريب حاجه تسعد اكيد، ولكن تخيلت ان ممكن البدري يعملها؟ لا انا يعني انا دلوقتي تركيزي كله مع المنتخب الاولمبي، يعني تركيزي كله مع المنتخب الاولمبي وان شاء الله بس انت كان ليك يعني كان ليك فرصه مع جيري. رحت مع مصر جيري في ماتش النيجر بتاعي. لعبت الماتش ده، رحت معاه بس كان ساعتها برده من خلال المنتخب الاولمبي، يعني ظهرت مع الشكل بشكل كويس مع المنتخب الاولمبي فرحت. فمن خلال المنتخب الاولمبي ان شاء الله اكون موجود في المنتخب الاول باذن الله. ليه ما فكرتش تاخد التجربه مع موسيماني؟ بيحب اللعيب الحريف، ليه ما فكرتش تروح تقعد مثلا معاه ومع سامي قمصان؟ حضرتك شفتني عايزني لو رجعت ممكن ابقى موجود. والله كابتن انا كنت شايف ان انا ممكن يعني انا حطيت يعني خايف ان انا يكون في ريسك ان انا ارجع ما يكونش ملعبش، فهكون خسرت ان انا ملعبش في النادي الاهلي واخسر المنتخب الاولمبي. واللي انا بعمله ده كله عشان خاطر اكون موجود في المنتخب الاولمبي، ان انا طلبت اعاره عشان خاطر المنتخب الاولمبي. استقبلت ازاي خبر رحيل فايلر؟ انا كنت مزقطط. لا 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 والله انا كنت عايزه، ده هو كان طالبني بالاسم ان انا ارجع كمان. ده انا اخر لقاء معاك انا فاكر كويس وانت بتقول لي الراجل قاعد موقفني اربع شهور ورا الجول اشوط لما كعبي ورم وش رجلي ورم. ساعتها كنا على طول انا وكابتن سعد سمير وكان كام لعيب كده كنا على طول في تمرين المستبعدين. يعني انا كنت فاكر ان انا ما كنتش بروح اعمل حاجه في النادي غير في تمرين المستبعدين. ترفع يرفع وتشوط بس مرات وشوط مفيش مره قال لك تعالى عمار مثلا خد فرصه بتاع. هو بعد بطوله افريقيا ادك شوط واحد اداني شوط لعبت فيه باك رايت وبعد كده بدلني. بس بعدها بقى لقيت نفسي ان انا اكون بعيد وكده فطلبت ان انا اطلع عرب. عمرك ما اتكلمت معاه؟ قلت له يعني طب انت حضرتك ما تشوفني، ما انا بتمرن كويس وبتاع، ما تديني فرصه. اتكلمت معاه قبل بطوله افريقيا. كنت خايف وكنت قلقان ان انا ما اكونش موجود في المنتخب وكده، فاتكلمت معاه ان انا حابب ان انا اطلع عرب كده، فقال لي انت لعيب كويس وانا عاوزك وانت هيجي منك وانا محتاجك وكده. فانا قلت له انا يعني انا في ناس كتير اتصابت وانا مش موجود في الملعب هلعب امتى؟ فقال لي فرصتك هتيجي ما تستعجلش، انت لسه صغير ما تسرعش في التفكير وكده. اما بتلعب قدام الاهلي وانت معار من فرقه ثانيه بيبقى موقف ايه؟ اكون مبسوط جدا انا بلعب قدام النادي الاهلي. كان نفسي العب السنه دي قدام النادي الاهلي،
كنت تلعب قدام فرقتك. انت لعبت مع الاتحاد بس ما لعبتش مع الطلائع. ما لعبتش مع الطلائع لا. انت عارف انك ممكن اول مباراه تكون امام الاهلي في الكاس. ما انا اتكلمت مع كابتن امير في العقد وكده عشان خاطر يعملوا لي، قالوا لي لا مش هتلعب قدام الاهلي. لا بس الاتحاد لغى البند ده. لا 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 ده مدين على العقد ولا انا مش هلعب قدام الاهلي. في اتفاق على كده. في اتفاق. وانت كنت عايز تلعب. انا كنت عايز العب. انا قعدت اتكلم معاهم كتير ان انا نفسي العب قدام النادي الاهلي، بالذات ماتش الكاس ده يكون ماتش كويس قوي. يكون ماتش حماسي كده قبل النهائي وكده، فكنت حابب ان انا اكون بلعب قدام النادي الاهلي. طب انت دي ما تاثرش معاك يعني وانت بتلعب قدام الاهلي بتاع تجيب جون؟ ما بالنسبه لك الدنيا عاديه مفيش حاجه يعني. لا طبعا طبعا لا طبعا، بس طبعا انا اتعودت في النادي الاهلي عن السنتين اللي انا رحتهم ان في الاهلي الصراحه في التمرين زي في الماتش، في اي حته تلعب فيها لازم تموت نفسك. صح. فانا دلوقتي موجود في نادي الاتحاد فلازم اموت نفسي. وبالذات كمان قدام النادي الاهلي، فعايز تبان يعني اللي هو تبان قدراتك كلها، فكنت حابب جدا ان اكون بلعب قدام النادي الاهلي. بس يلا يعني التعود ان شاء الله. داخل على ماتشين مهمين جدا مع المنتخب الاولمبي مع كابتشاو غريب، برازيل ومباراه ثانيه جامده، وكوريا برده مباراه ثقيله انا شايف ان هم ماتشين يكونوا استعداد كويس للمنتخب، وان شاء الله نقدر نعمل حاجه. احنا مستعدين كويس، وكابتن شوقي على طول بيتكلم معانا كل تمرينه. واحنا اللعبة كلها مستعده، وان شاء الله تكون تجربه حلوه لينا باذن الله، ونقدر نستفاد منها ونطلع بدون اصابات ان شاء الله. ايه المكان اللي هتروح للكابتن حسام تقول له يا كابتن لعبني فيه وهتشوف انا هعمل ايه بقى؟ لا على ضمانتي. لا لا اكون موجود، كابتن حسام يلعبني في اي مركز اكون موجود فيه يعني. عدلتك ان شاء الله. انت انا بحب ايه يعني؟ بحب اكون موجود على الاطراف او تحت الفراوده. بس دلوقتي من ساعه ما كابتن شوقي لعبني في القلب بقيت حابب العب ديفندر يا اما تحت الفراوده. ديفندر لا اما تحت الفراوده بقيت حاببها. ديفندر يعني جنب حسام. بقيت حابب المكان ده، او تحت الفراوده او في الجناب. انت لعبت مع كابتن شوقي؟ لعبت معاه كابتن شوقي، لعبت معاه في الحته دي. كابتن شوقي الصراحه اي حد بيلعب معاه بيديله الثقه جدا يعني، عكس ما كنت موجود في نادي طلائع الجيش. كان في المنتخب محدش بيتكلم معايا، بلعب بثقه كبيره جدا، عكس ما كنت موجود في نادي طلائع الجيش كنت مضغوط شويه وكده، فما كنتش عارف ابين قدراتي وكده. لكن انت مع كابتن شوقي غريب في مساحه يعني، شوقي عنده كابتن شوقي عنده قناعه بيك جدا فبيديك الفرصه كلها. كابتن شوقي ما بيتكلمش معايا على طول، بيشجعني حتى وانا ما بكونش كويس، على طول بيشجعني وما بيتكلمش معايا في حاجه. استشرت انت كابتن شوقي؟ كلمت كابتن شوقي. قال لك ايه؟ قلت له قال لي كذا وكذا وكذا. قال لي يا عم روح اي فرقه بس اهم حاجه تكون موجود في الملعب. قال لي روح نادي الاتحاد، نادي الاتحاد انت كانت قرفتك حلوه معاه، وروح تاني وكده. بس فترددتش انا كده كده، كنت اصلا يعني كنا بنعرض دلوقتي لقطات وانت مع الاتحاد السكندري نحاول نعرضها تاني. كميتك ماشيه مع التيشيرت دي؟ لا كميتي ماشيه مع نادي الاتحاد سبحان الله. اول ما رحت اول ماتش ليا جبت جونين، بقى لي موسم معايا طلع الجيش ما جبتش جون. فطبعا نادي الاتحاد لعب تقيل ولعب مفيد لاي فرقه. حسام عاشور. طبعا كابتن حسام عاشور ده يعني قدوه لاي لعيب وقائد بمعنى الكلمه. ان شاء الله يعمل حاجه مع نادي الاتحاد ان شاء الله. مين اللعيب اللي انت تشوفه في الملعب كده يعني بيلعب قدامك قلبك يزقطط؟ اللي انا بحب يعني بحب اتفرج عليه وبحب العب قدامه كابتن عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. وعبد الله السعيد عنده اقبال جماهيري كبير. بقى لنا فتره شغالين السؤال ده اجابته عبد الله السعيد على طول. لا انا كابتن عبد الله السعيد طبعا بعتبره ده في حته ثانيه في تحت الفراوده دي. يعني بسم الله ما شاء الله خلاص هو حفظ مكانه وبيروح اي فرقه بيخليها فوق الصراحه. فكابتن عبد الله السعيد انا على المستوى الشخصي بحبه جدا الصراحه. عبد الله السعيد فرده ثقيله. لا جدا يعني. احسن مهاجم في مصر مين من وجهه نظرك؟ في دلوقتي في مصر؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. في حد ينافسه؟ هو دلوقتي لا مصطفى محمد وكابتن مروان محسن دلوقتي. كابتن مروان. بس الفجوه بينهم كبيره دلوقتي يعني مصطفى افضل؟ ولا الاثنين في حته واحده؟ لا انا شايف الاثنين دلوقتي كويسين يعني، هما الاثنين ماشيين بخطه ثابته وده بيجيب جوان وده بيجيب جوان، بس اللي مصطفى بيعمله يعني في سنه حاجه كويسه. مصطفى ماشي بشكل جيد يعني. ماشي بشكل كويس، ربنا يبعد عنه الاصابات يعني. انا شايف مصطفى ماشي كويس برضه. احمد ياسر ريان. احمد ياسر ريان هو صلاح محسن من الفراوده الجامدين قوي يعني، رجلهم حلوه قوي على الجون. انا بحب العب معاهم جدا هما الاثنين. لسه ما قدموش اللي عندهم. لسه عشان لسه ما خدوش في النادي الاهلي يعني، ان شاء الله فرصتهم تيجوا، بس هما الاثنين فراوده جامدين جدا جامدين قوي، فان شاء الله يعني يكونوا اضافه كبيره للنادي الاهلي ان شاء الله. رايح مع كابتن شوقي غريب الاولمبياد، حمل كبير انت. هتروح طموحات الناس خلاص هنا محمد صلاح والنني والمجموعه اللي بره، خلوا الناس ما لهاش سقف
وارد يبقى محمد صلاح معاك في الملعب. بالظبط. محدش عارف. اه بالظبط. ممكن طبعا ده يكون شرف لينا طبعا اي لاعب كابتن محمد صلاح او كابتن نني او اي حد يكون موجود معانا. انت قعدت مع صلاح قبل كده؟ لا. قعدتش معاه خالص. لما رحت المنتخب ما كانش موجود ولا هو ولا كابتن حجازي. اه. كان كابتن نني موجود هو وكابتن تريزيجيه. لكن كابتن محمد صلاح ما كانش موجود. فاي حد يكون موجود منهم ان شاء الله يكون اضافه معانا وان شاء الله نروح هناك ناخد ميداليه ان شاء الله. طيب ناخد حد على التليفون كده حبيبك من نجوم المنتخب الاولمبي برضو نشوف مين. قول كده مساء الخير. مساء الخير. هشيمي عامل ايه؟ مين؟ نصر المنسي ده؟ ها؟ مش سامع كويس. طب عيد تاني علي صوتك عشان يسمعك. هشيمي منور. مين شيمي ده؟ انت اسمك شيمي؟ ايه شيمي؟ هما بيدلعوني يقول لي يا شيمي. ليه؟ ليه يا ناصر؟ بتدلع تقول لي يا شيمي ليه؟ يا كابتن وحشني عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن. ازيك يا كابتن سيف؟ اخبارك ايه؟ وحشني عامل ايه؟ حبيبي يا كابتن انت اكتر. والله حبيبي يا كابتن سيف الحمد لله. الدنيا كويسة؟ حبيبي يا كابتن الحمد لله. الحمد لله. ايه اسم الشيمي ده؟ الدلع يا كابتن بتاعه. الدلع شيمي ده جه منين يعني؟ عمار حمدي بقى شيمي ازاي؟ عمار الشيمي يا كابتن. عمار الشيمي؟ طمني عليك في اللي جاي. حبيبي يا كابتن الحمد لله تمام والله. اللي جاي ايه؟ اللي جاي حاجه كويسه ان شاء الله يا كابتن. ودلوقتي احنا مع المنتخب وعندنا ماتشين مهمين جدا وربنا يكرمنا ان شاء الله فيهم يا كابتن. يا رب. اكيد اللي جاي اكيد صعب وعندك اكيد طموحات كبيره مش بس مع المنتخب الاولمبي ان شاء الله باذن الله نشوفك كمان مع الاول ان شاء الله يا كابتن. انا اتمنى كابتن شو العب في المنتخب الاول طبعا اي حد يتمنى. يا رب. والسنه الجايه طموحاتك ايه؟ السنه الجايه اللي انا طموحاتي اعمل موسم كويس واكون في المنتخب زي ما حضرتك بتقول كده واحترف بره ان شاء الله يا كابتن. يا رب وتكسر الدنيا وتحقق كل طموحاتك ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. مش عايز تقول حاجه لشيمي يعني قبل ما تمشي؟ لا هشيمي بقول له ربنا يكرمك. هو السنه دي يا كابتن كان معانا ما كانش مبسوط زي ما هو لسه قايل ما كان عليه ضغوطات وكده. هو بقى نفسيته حلوه يا كابتن لما راح الاتحاد. يلا بحب الاتحاد قوي. ربنا يوفقه ان شاء الله. يوفقك ان شاء الله باذن الله وتعمل موسم كويس السنه الجايه ان شاء الله. حبيبي يا كابتن سيف. حبيبي بشكرك حبيبي شكرا جزيلا. حبيبي يا كابتن. حبيبي. الفقره اللي جايه دي بقى شويه حاجات كده انت قلتها فنشوف انت قلتها ولا ما قلتهاش وقلتها ليه. ماشي ماشي نشوفها على الشاشه. يلا. الاهلي رفض رحيلي تركيا ولن اجلس على دكه على الدكه مجددا. هو الاهلي رفض رحيلي تركيا ولكن انا ما قلتش لا مش هجلس على دكه البدلاء. تمام. اللي بعده عصام عاشور نصحني بالانضمام للاتحاد ولم اتردد في قبول العرض. هو كابتن عصام عاشور كلمني وقال لي ان انا كلمك حسام فعلا. كلمني بالفعل. بس طبعا نادي الاتحاد يعني انا عارف نادي الاتحاد ايه واللي هو ليه خير عليا طبعا ان انا اكون موجود في المنتخب الاولمبي وموجود ورحت المنتخب الاول فانا كده كده يعني كنت واخد القرار يعني من قبل ما كابتن عصام عاشور يعرف. اللي بعده رحب بالعودة الأهلي بشرط المشاركة وأرفض الإعارة داخل مصر. لا 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 فيش الكلام ده. مفيش الكلام. محدش بتشرط على النادي الأهلي. ده اللي أنت فهمته غلط. ده كنت أنت عامله فيديو. لا 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 محدش بتشرط على النادي الأهلي. مفيش حد بتشرط على النادي الأهلي. ما قلت طبعا إن أنا أتمنى إن أنا يعني أنا طلعت بطلع إعارة عشان خاطر أثبت نفسي وأرجع النادي الأهلي أكون ليا مكان لكن أكيد مش هرجع أقول أنا لعبوني أساسي فهرجع ألعب أساسي فده مش هيحصل يعني. لازم أرجع وأجتهد وإن شاء الله يكون ليا دور. جمهور الاهلي يعني معاك على السوشيال ميديا على طول ولا انت مش دايما تدخل على السوشيال ميديا؟ انا بتابع ساعات بشوف حاجات ما اضحكش على حضرتك بمسك التليفون وكده لكن مش اللي هو على طول ماسك التليفون بخش اشوف الجماهير بتقول ايه وكده. ممكن حد من صحابي بيبعت لي حاجات كده لكن مش متابع قوي يعني. مش متابع قوي. طب اللي بعده مديت عقدي مع الاهلي 3 سنين قبل انتقال الاتحاد السكندري. ما اعرفش هم 3 ولا 2 مش فاكر. مش عارف هم 3 ولا 2 والله بس بيتهيألي 3 يعني قبل ما اطلع جددت مع النادي الاهلي بس مش فاكر والله 3 ولا 2 يعني. انت مش فاكر. لا انا مضيت على طول. الحاجات مريحه كده. مضيت على طول وما اتكلمتش في حاجه على طول. انت عايز ان انا اخلص الموضوع بسرعه واروح نادي الاتحاد وكده فما خدتش بالي جددت كام. ما اعرفش 3 ولا 2 والله مش فاكر. مش فاكر. انا مش فاكر. وما تفرقش معايا. لا لا طبعا ده نادي الاهلي يعني.
احسن نادي في افريقيا، فاكيد مش هل يمضي ولا جدد، فاكيد مش باطل معاهم في حاجه. ليه انت لاعب مزاجنجي يعني مودي كده؟ اتخنقت مش هلعب، مبسوط هلعب كده يا كابتن؟ في حاجات يعني، انا كان في حاجات حصلت في نادي طلائع الجيش برضو كانت يعني نعدي الحاجات دي. انا بتكلم بصفه عامه. ازاي مش فاهم؟ لا بصفه عامه انا بتكلم لعمار كعمار، انت لاعب مودي يعني لازم دايما طبيعه اللاعب تطلع من الحته دي، يعني لازم تدوس على نفسك، انا هلعب هلعب بغض النظر عن الظروف، هبقى كويس وكده. انت مش كده، انت لاعب مزاجك كويس تلعب كويس. بالظبط. انا من اللعبة دي فعلا اللي انا بكون يعني، بس لازم مودي. تطلع من الحته دي. ده حقيقه. مودي كويس وكده. حتى دي انا برضو عانيت من موضوع، مش نفس الموضوع بس موضوع تاني، موضوع الاكل. لما كنت بسافر بره برضه كنت نسيف في موضوع الاكل، كانت بتبقى الدنيا صعبه قوي معايا. ليه؟ لان انا من طبيعتي قبل ماتش بحب اكل كتير قبل الماتش. قبل الماتش تاكل كتير؟ باكل كتير، ما اعرفش انزل الماتش غير لما اكون بطني مليانه. نفسي تقول لي معلومه عارف. اخدها امشي بيها. غيرت لي كل مقاييس كل حاجه. يعني ايه اكل كتير معدتي مليانه قبل الماتش؟ انا ما سمعتش عنها في تاريخي. لا ما اعرفش انزل الماتش ومعدتي فاضيه. قد ايه؟ ساعتين ثلاثه؟ يعني انا كنت في المنتخب كنت بقول لكابتن شوقي سيبني معلش اكل. قبل الماتش بساعه تاكل؟ لا قبل الماتش بساعتين كده. بساعتين؟ دب الدب يعني. لازم ادبها ولازم اكل. والله ما بعرف انزل الماتش غير ما اكون بطني مليانه. اكل بقى، اكل في تفاح وموز شوكولاته وعصاير فاكهه يعني، مش اكل اكل يعني. لا لا، واكل ومكرونه وفراخ وكده. تاكل مكرونه وفراخ وشوكولاته وتفاح وتحلي الحاجه دي اثرت معايا برضو لما سافرت النيجر. ما كنتش عارف اكل خالص. بتنزل الماتشات دي بقى بتلعب ولا بتنام؟ لا لا لا، انا بجري كتير. ما باكل كويس بجري كتير. والله ما باكل كويس بكون بجري وكون الدنيا حلوه يعني. كابتن شوقي يسيبك. كابتن شوقي في جيت في قبل ماتش بتهيألي لان خدت فيه احسن لاعب. الماتش جنوب افريقيا، فكان ساعتها كنا نزلنا على الغداء وكده، فكل اللعبة طلعت الا انا اللي فضلت قاعد حتى ما اللعبة طلعت بربع ساعه. فقلت له يا كابتن انا بقعد اكل كده. مع البوفيه لوحدك؟ فضلت قاعد مع البوفيه. تاخد وتدي معاه باكل. انا لازم قبل الماتش لازم اكل كتير. دي حاجه فيا من بدري يعني. انت ما عندكش نظام النظام الغذائي والمشويات وبتاع؟ لا 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 لا، عندي نظام طبعا. كنت ماشي فيه الصراحه مع النادي الاهلي. ما كنت في النادي الاهلي كنت ماشي على النظام ده، لكن غير كده لكن لما رحت نادي طلائع الجيش كنت ساعات. لكن انت اكيل اصلا؟ يعني مقلي وبتاع وتخش وخرفان وحاجات لا لا وحمام؟ لا 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 مش كل ده. لا لا باكل بس ما يبانش عليا. طب انت وانت مع المنتخب عادي ممكن تتعشى وتقوم ضارب الساعتين تلاته الصبح برضه؟ يا كابتن عادي باكل. لا انا يعني ممكن بعد العشاء تبعت تجيب برضو الحاجات اللي هي بتخش. لا ما كناش بنطلب حاجه من بره لان كابتن شوقي كان مانع وكده، فما حدش كان بيطلب حاجه من بره. ماشي، حتى كابتن شوقي لو مانع، ما طول عمرهم كل الكباتن مانعين واحنا بنبقى في المعسكرات. لا لا والله العظيم عادي يعني، مفيش لا لا حد جايب حاجه كده خفيفه. كله كان بيخاف، كله كان بيخاف والله. محدش كان بيجي حاجه. انت تبقى بتفرق جوعت اتنين تلاته تروح لكابتن شوقي تقول له عايز. لا انا ما بقعدش الاتنين تلاته، بكون نمت يعني. بكون نايم. لكن بعد العشاء بتاع المنتخب ما تاكلش؟ لا بكون بعد العشاء بقى بكون واخد معايا حاجات، رز بلبن وتفاح وموز، بطلع فوق في الاوضه بقى وباكل. وبكون جايب حاجات برضه انا معايا في الشنطه. انت ما تنامش وانت جعان ابدا يا عمار؟ لا ما اعرفش اقعد كده جعان كده، ما اعرفش انام خالص ولا اعرف انزل الملعب ما اكونش واكل. يعني الحاجات اللي كانوا بيقولوها لنا واحنا صغيرين اللي لازم تاكل بدري وما تنامش وانت اكل، كل الحاجات دي طلعت غلط؟ لا، وتشرب لبن قبل ما تنام والكلام ده طلعت غلط الحاجات دي. بالظبط. وتاكل خفيف قبل الماتش وكده؟ لا انا ما اعرفش، اللعيبه كلها بشوفها بتعمل كده، اللي هي قبل الماتش بشوف لعيبه ما بتاكلش اصلا. بس انا ما اعرفش ازاي. انا طب انت بعد الماتش بقى؟ بعد الماتش برضه بقى باكل برضه. بتدب برضه؟ باكل. لا انا من طبيعتي بحب الاكل. بس ما بيبانش عليا. ما شاء الله. انت ما شاء الله يعني لازم تخلي بالك. بتاكل كام وجبه في اليوم يا عمار؟ في اليوم مثلا باكل 3 4 ومثلا ساعات بقضي الوجبات الثانيه عصاير افوكاتو او رمان الحاجات دي. بس 3 4 اساسي. نص فرخه في 3 منهم نص فرخه. يعني ايه 3 منهم نص فرخه؟ يعني كل وجبه نص فرخه فيها. في كل وجبه نص فرخه؟ وفي كل وجبه رز؟ لا مكرونه، بحب مكرونه. انت بتتغدى زي ما بتتعشى؟ باكل الاكلات دي. ساعات كده بتيجي يوم كده ساعات ممكن اعك بقى اكلات ثانيه، حاجات ثانيه، كبده سجق الحاجات دي كده. كبده سجق؟ ده انت لو احترفت بره عشان تشرح لحد اللي انت بتقوله ده عمار يعني بص عايز سنين تاخد وتدي مع حد بره. لا طبعا بره يا كابتن نظام تاني اكيد. بره همشي على اجواء وهمشي على اجواء اللي هي بتحصل بره، وكل حاجه مكتوبه لي هعملها طبعا. انت بتظبط جيمك كويس؟ بتخش جيم كويس؟ بتعمل تقويات؟ بتمرن بروح اتمرن في جيمي بتاع كابتن حسين مع واحد اسمه كابتن محمود حمدي. ده كويس جدا، بروح اتمرن معاه. مين كابتن حسين؟ كابتن حسين عبدالي الجيم بتاعه، بس بتمرن مع كابتن محمود حمدي. حسين شخصيات محترمه جدا. فبروح اتمرن معاهم هناك.
طيب قبل ما تاكل نطلع فاصل ونرجع اخدك بقى على الشاشه اللي هناك دي، شويه اسئله خفيفه كده. شفت اديك ذاكرت كل الاسئله والامتحان ما جاش ولا سؤال من الحاجات اللي انت ذاكرتها. عايز تقول حاجه لكابتن حسام حسن ما نطلع؟ لا طبعا بتمنى له التوفيق ان شاء الله في نادي الاتحاد، وان شاء الله السنه دي يعمل حاجه كويسه. طبعا كابتن حسام مش محتاج ان انا اتكلم عليه، حاجه كابتن حسام طبعا اسطوره. اتمنى له التوفيق وان شاء الله احط نادي الاتحاد ان شاء الله السنه دي في مكانته الطبيعيه ونكون في مربع الذهب ان شاء الله. كابتن شاوي غريب. كابتن شاوي ده طبعا انا بشكره جدا على الفتره اللي هو يعني اللي هو بيعمله مع المنتخب، وعلى انا شايف ان انا يعني ادائي وتطور عمار والناس بقت تقول اسم عمار كتير طبعا ده من خلال المنتخب الاولمبي ومن خلال كابتن شاوي ان هو اداني الثقه وبيلعبني في اماكن كتير مش الاماكن بتاعتي. فانا بشكره على الحاجات دي كلها وان شاء الله نعمل حاجه معاه باذن الله في الاولمبياد وناخد ميداليه باذن الله. جمهور الاهلي تقول له ايه؟ طبعا جمهور الاهلي مش محتاج اتكلم عنهم، يعني جماهير الاهلي كبيره في كل مكان. اتمنى ان هم يقفوا جنب النادي الاهلي ان شاء الله في ماتش النهائي. البطوله دي هتفرق جدا مع النادي الاهلي، وانا شايف يعني ان شاء الله النادي الاهلي الارجح ان شاء الله انه ياخد البطوله باذن الله، والاهلي قدها يعني وبيلعب تحت اي ظروف وان شاء الله ياخد البطوله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. فاصل وبعد الفاصل عمار حمدي مع ماي ماتش، 12 سؤال على الشاشه اللي هناك دي، اجابات سريعه جدا بعد الفاصل. نرجع نشوف عمار حمدي هيعمل ايه في الماتش بتاعه. نبتدي بهنساوي. تحب تلعب تحت قيادة مين من اللعيبة؟ محمد ابو تريكة طبعا. اللي بعده هدف في المرمى، افضل قرار اخدته في حياتك ايه؟ ان انا طلعت النادي الاتحاد السكندري عار. طلعت عار الاتحاد. اللي بعده ده ما شاء الله شغال على طول. الله ينور عمار والله. لو تقنيه الفار دي كانت موجوده من زمان، ايه القرار اللي كنت تحب ترجع فيه او تفكر فيه تاني؟ لا ما فيش. لا ما فيش. فيش. اللي بعده بتحب تستمتع بالحوار مع مين؟ اتكلم مع مين يعني؟ أو في كتير بتكلم معاهم يعني. مين؟ افضلهم مين اللي تستريح معاه؟ بتكلم مع كابتن عمرو جمال وكابتن سعد سمير. كابتن عمرو جمال وسعد سمير. اللي بعده كاس البطوله، مين اللي الفضل عليك تديله كاس البطوله؟ السنه دي ولا بصفه عامه؟ اتمنى الاهلي او نادي الاتحاد. يعني تدي الاهلي كاس البطوله ولا الاتحاد كاس البطوله؟ الاثنين. انا عايز اي حاجه. اتمنى الاهلي او نادي الاتحاد. الاهلي او الاتحاد؟ كده مش هشارك يعني، لكن لو الاتحاد طبعا وصل. لا انت مش فاهمني صح، وحد صاحب فضل عليك يعني، حد صاحب فضل عليك. الاتحاد صاحب فضل عليك لسه، الاتحاد انت لسه رايح. بس الاتحاد اللي فضل عليه برضه ان انا في السنه اللي فاتت ان انا اروح المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. طيب يعني انت هتقسم الكاس ما بين الاهلي وبين الاتحاد. بالظبط. اللي بعده كارت اخضر، حد بتسمح له انه يتدخل في قراراتك؟ طبعا والدي ووالدتي. والدك ووالدتك. اللي بعده كارت اصفر، ده حد انت بتحبه من بدون ذكر اسامي بتدي له الكارت وفي سنه لوم كده. مش فاهم يا كابتن سيف. يعني حد انت بتحبه بس في لوم كده، يعني انت عايز تلومه شويه. حد بتحبه انت زعلان منه شويه، ما تسالش عليه بتاع، من غير سبب، قول الاسم على طول وخلاص. اي حاجه وخلاص. اي اسم، حد انت بتحبه يعني. كابتن عمرو جمال. كابتن عمرو جمال. اللي بعده كارت احمر، حد تستبعده من حياتك خالص؟ لا ما فيش. مفيش حد قبلك في الوسط النادي كله تدي له الكارت الاحمر؟ مدرب، مدير فني؟ كده قابل مدربين كتير، اللي يقتنع بيها واللي ما يقتنعش بيها، فاكيد لا. اخر سؤال ماي ماتش، مان اوف ذا ماتش، مين افضل رئيس نادي؟ طبعا كابتن خطيب والحاج مصلحي. كابتن خطيب والحاج مصلحي. دوت بحبهم جدا. مين افضل مدرب دلوقتي؟ كان في النادي في نوادي بصفه عامه. من وجهه نظرك نوادي او منتخبات؟ في كتير. واحد بس، مين افضل واحد؟
لا في كتير. طب قول اي اسامي زي ما انت عايز. في كابتن حسام حسن، في كابتن ايهاب جلال، وكابتن عماد النحاس. تمام. انا شايفهم في مصر. طبعا كابتن شوقي طبعا برضو. طيب. حاجه تانية ده طبعا. مين افضل لاعب السنه دي في الدوري؟ شايف كابتن عبد الله السعيد ومصطفى محمد. مين افضل حكم من وجهه نظرك؟ جمال غندور. جمال غندور. شرفتنا عمار حبيبي يا كابتن. شرفت بوجودك دايما. ببقى سعيد بوجودك، وربنا يوفقك في الاتحاد، وربنا يوفقك مع كابتن شوقي غريب ان شاء الله. انا مبسوط بكون مع حضرتك، ربنا يخليك يا كابتن. شرف بوجودك دايما، وكل ما يهمكش كل براحتك، ما يهمكش واعمل اللي انت عايزه. حاضر يا كابتن. حاضر، ربنا يخليك. خلصنا حلقتنا مع عمار حمدي، واحد من نجوم الاتحاد السكندري، الوافد الجديد للاتحاد من النادي الاهلي. اتمنى له كل التوفيق مع الاتحاد السكندري، وكل التوفيق ان شاء الله مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب الاولمبي. عملنا مبادره ابتداء من النهارده، كلنا ان شاء الله باذن الله هنشجع يوم 27 الاهلاويه تبع الاهلي والزملكاويه تبع الزمالك، وكل التوفيق للاهلي والزمالك يوم 27. ولكن هي مبادره في حب مصر، شجع زي ما انت عايز بلا اي تعصب، شجع بشكل حضاري، هو ده المهم بالنسبه لنا، لان دي رساله كره القدم. في الاخر احنا اخدين اخدنا اللي احنا عايزينه، ان سمعه الكره المصريه بقت في افريقيا رقم واحد، الاهلي والزمالك في النهائي. يكسب اللي يكسب نقول له مبروك، اللي يخسر نقول له هارد لك، ولكن في النهايه اللي كسب هي الكره المصريه. بشكركم شكرا جزيلا، بشكر عمار حمدي، اشوفكم ان شاء الله باذن الله على الف خير.